بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما حاول الأقزام النيل من أبي الهول، إياكم والعبث مع الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. حلقة الخميس حلقة مختلفة جدا، تقدروا تقولوا ليلة الفرح، تقدروا تقولوا ليلة التأهب للحدث الكبير، تقدروا تقولوا موعد مع التاريخ. موعد مع التاريخ ده العنوان الكبير العريض لمحتوى حلقة الليلة المهمة. تاريخ الذي يحاول بعض الأقزام تزييفه والنيل منه. ولا تقفون عن المحاولة، ولنا كلام وقف في هذا الأمر أستاذ إبراهيم. عشان كده حلقة في توقيتها، في توقيتها وفي ميعادها وفي مضمونها، اللي نتمنى إن شاء الله إنه يلقى قبول واستمتاع حضراتكم، وأيضا يطمئنكم كثيرا عن ما ينتظر الأهلي غدا. هي لحظات مهمة جدا يتأهب فيها أبطال الأهلي لكتابة سطر جديد في كتاب التاريخ. التاريخ بكل معاني الكلمة، الذي يفتح أبوابه لاستقبال حدث جديد مهم إن شاء الله، يقطع الأهلي شوطا مهما منه، ويبقى الشوط الآخر الجمعة القادم 9 نوفمبر في تونس بإذن الله. بكرة في 9 مساء موعد مع التاريخ، الأهلي والترجي التونسي، نهائي دوري أبطال أفريقيا. هذا النهائي الذي أطلق عليه موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهائي الرعب والفزع. هو بالفعل في هذه المعاني يا باشمهندس، الرعب والفزع بالتأكيد، ده واحدة من أصعب النهائيات التي سوف يخوضها النادي الأهلي. أولا لأنه نهائي كلاسيكو، كلاسيكو أفريقي، يتكرر كثيرا مع الترجي، سواء في دور قبل النهائي أو في النهائي. وهيتكرر مع أشقاء نكن لهم يكونون لنا كل الود والاعتزاز والإعزاز. حتى لما حاول البعض بطريقة فجة كالعادة أن يتملق مشاعر بعض مشجعي الترجوية أنه هنشجعكم ونعمل لكم، كان الرد قاسيا جدا من مشجعي الترجي عليه. خليكم في حالكم، خليكم في حالكم، ده صراع الكبار مالكوش دعوة فيه، احنا والأهلي حبايب، احنا والأهلي حبايب، وهو حوار سينتهي إلى تأهل أحدنا، وهذا صراع الكبار ليس لكم فيه. هذا هو الأهلي، وهذا هو التاريخ الذي يريد البعض أن يعبد فيه، مرة بنادي القرن، مرة بالبطولات المش عارف عاملة إزاي، ومرة بنادي الدولة، ومرة بنادي مش عارف التحكيم إيه. وأخيرا يصل العبث في هذه الخطة الممنهجة لنيل من تاريخ الأهلي. وإذا لم يتنبه الأهلوية لهذا الأمر، التاريخ مش هيحاسبهم جامد جدا. مسؤولية التاريخ الحالي سواء من المسؤولين أو الجماهير التنبه إلى هذه المحاولات الفجة الرخيصة التي تسلك كل الوسائل لتزييف تاريخ الأهلي، إلى أن نصل إلى المدارس وإلى طابور الصباح. هنشوف كلام مهم في هذا السياق، لكن زي ما قلت لحضراتكم، مع هذا النهائي المهم جدا كان لابد أن يكون الاهتمام على قدر الحدث. الأهلي سافر إلى برج العرب، أقام معسكره في احد فنادق برج العرب، يستعد لهذه المباراه الكبيره والمهمه جدا. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على ان يكون هناك مؤازرا للاعبين، ومطمئنا على حاله الفريق، وداعما للاهلي في هذه اللحظات المهمه، ونقلا ايضا دعم مجلس الاداره واستعداده الكامل لتقديم كل المسانده والدعم للاعبي الاهلي وجهازهم الفني من اجل ان يخطو الفريق خطوه مهمه من خلال مباراه الغد نحو منصة التتويج في رادس الجمعة 9 نوفمبر إن شاء الله. كارتيرون المدير الفني للأهلي الفرنسي، وهو أول فرنسي يقود الأهلي في تاريخ الأهلي مع المدربين الأجانب، هذا هو الفرنسي الأول الذي يقود الأهلي. ويا رب يكون فأل حسن أن البلد اللي فازت بكأس العالم يأتي منها مدربا للأهلي، خاصة أنه لا تنقصه الخبرة ولا يعوزه المجد، لأنه كارتيرون هو من حمل لقب دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي الكونغولي 2015، وسافر معه إلى بطولة العالم للأندية،
وحقق معه أفضل إنجاز لأي فريق إفريقي في تاريخ كأس العالم للأندية عندما حل في المركز الثاني. مازيمبي حقق الميدالية الفضية وهو أفضل ترتيب لأي نادي أفريقي. إن شاء الله يتمكن كارتيرون من تحقيق مجده الجديد مع النادي الأهلي ويسافر بإذن الله إلى كأس العالم في دبي. كارتيرون اختار اللاعبين الجاهزين لمعسكر الأهلي اللي دخل بيهم معسكر برج العرب زي ما انتم حضراتكم شايفين، شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. وبالمناسبه بنقول لشريف اكرامي الف الف مليون سلامه على بنته التي تواجه المرض، ربنا يشفيها ويعافيها باذن ويكون الله ويكون في عونه وربنا يعينه ويعين اسرته باذن الله. اختار كارتيرون شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد فتحي ومحمد هاني وسليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف وصابر رحيل وحسام عاشور وعمرو السلية، هشام محمد جات له إصابة، وأكرم توفيق وكريم ندفد وإسلام محارب وصلاح محسن ومروان محسن وأحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر وأحمد حمدي ووليد أزارو. هذه هي القائمة التي دخل بها الأهلي معسكره في برج العرب. وكارتيرون تحدث عن الترجي وقال كلام مهم جدا الحقيقة. قال إن احنا درسنا فريق الترجي كويس قوي وهجومنا قادر على التعامل مع الديفنس بتاعه. ولما سألوه على لحظات القلق اللي ممكن تنتاب المدرب قال لك هي بتبقى عنيفة جدا في الأيام التي تسبق التحضيرات، لكن مجرد ما دخلت في الأمتار الأخيرة ودرست المنافس بشكل كويس ووقفت على حدود مستواه بشكل واضح جدا القلق بينتهي وبتدخل في المود بتاع المباراة بالكامل. شوف احنا لا نخشى الا التوفيق. لا نخشى الا التوفيق. أيوة. والتوفيق امتد ينال عناصر كتيره جدا. لعيبه، تحكيم. طيب هنطلع لبرج العرب يا باشمهندس. معنا من ارض الملعب في استاد برج العرب كريم احمد موفد قناه الاهلي. كريم اهلا بيك. اهلا يا كريم، مرحب بيك يا باشمهندس علي القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، كل مشاهدي ملك وكتابه، جمهور النادي الاهلي في كل مكان. هنا من استاد برج العرب اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي. ان شاء الله كلنا ثقه كبيره في كل لاعبتنا في الجهاز الفني، باذن الله ان شاء الله تكون ال 90 دقيقه الاولى من نصيب النادي الاهلي وال 90 دقيقه الثانيه ان شاء الله في رادس نرفع كاس البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي ومنها ان شاء الله الى كاس العالم للانديه. يمكن طبعا سريعا يا باشمهندس استاذ ابراهيم عايز اقول حاجه سريعه جدا. يمكن احنا في هذه اللحظات كنا في انتظار فريق نادي الترجي التونسي اللي كان ميعاد تدريبه في الساعة 9 مساء، لكن يمكن في مفاجأة كبيرة جدا في حضور كل وسائل الإعلام تم إلغاء المران الرئيسي والأساسي لفريق نادي الترجي التونسي هنا في استاد برج العرب. يمكن أمر غريب شوية، من حاولنا إن احنا نجتهد شوية من معلوماتنا عرفنا إن هم هيتدربوا بشكل كده يمكن مش رسمي في فندق الإقامة طبعا القريب هنا من استاد برج العرب. الحقيقة يمكن استاد برج العرب كان مستعد بشكل كبير، الأنوار كانت مضاءة، كل التجهيزات طبعا بقيادة العميد صبري هنا طبعا في استاد برج العرب كانت مهيئة استقبال فريق نادي الترجي التونسي اللي سبقوا النادي الاهلي في مؤتمر صحفي كان في الساعه 5:30 وتدريب في الساعه 6 مساء. يمكن لفته غريبه جدا، لكن هم الناس عايزه تركز، الناس عايزه تحط نفسها في تركيز كبير، بعض الخوف شويه ان يكون في بعض الناس تصور يسمعوا من الناس المتواجده هنا، لكن ده امر طبعا يمكن تدريبه اساسيه النهارده على استاد برج العرب اللي هيخوض عليه نادي الترجي التونسي. لكن يمكن لو بتكلم بشكل عام عن الامور الخاصه بالمباراه، التجهيزات، كل الامور يمكن ماشيه بشكل مطمئن جدا لفريق النادي الاهلي. الاجتماع الفني كان ماشي بشكل مميز جدا، الامور الاعتياديه، نادي الترجي التونسي سيادتي الطاقم الازرق، النادي الاهلي الطاقم الاحمر المعتاد والزي التقليدي، التنبيه كمان على عدم الاعتراض على التحكيم، كل الامور كانت في الاجتماع الفني كانت ماشيه بشكل مميز جدا للنادي الاهلي. ايضا كمان يمكن بشكل حصري انفردنا بتصوير لاعبي النادي الاهلي في الغرفه الخاصه بالفار، تقنيه الفار طبعا هتطبق في مباراه الذهاب ومباراه العوده. النادي الاهلي يمكن كان النهارده في فندق الاقامه اجتمع طاقم المباراه وكان بالفعل في بعض الامور والتنبيهات ومعرفه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني على تقنيه الفار الحالات اللي هيكون فيها طلب الفار في هذه المباراه. يمكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون هذه التقنيه تفيد النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي بياخد حقه في المباريات،
ايضا كمان بنتمنى على العكس صحيح ايضا نادي الترجي التونسي تكون الاعتراضات في المسموح بالنسبه للفار، يمكن محددين الكارت الاحمر، سواء في كارت احمر من حقك ان انت تطلب فار، ضربات الجزاء من حقك ان انت تطلب فار، لو في كمان يمكن لو انذار، لو حد مثلا خد انذار والحكم متلخبط في الانذار من حقه كمان ان هو يطلب الفار، يمكن بعض كده الامور الخاصه بتقنيه الفار الجديده اللي هتطبق في النهائي ابطال افريقيا الاهلي والترجي التونسي. لكن بشكل عام النادي الاهلي اختتم تدريبه، جرعه تدريبيه كانت مميزه جدا للنادي الاهلي، تحفيز قراءه الفاتحه كانت في البدايه. لكن باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم يمكن فاقدين هشام محمد، احنا واحد من نجوم النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، الحاله الوحيده اللي احنا فاقدينها من اللاعبين هو هشام محمد، لكن بناكد وبنطمن كل جمهور النادي الاهلي، كل لعيبه النادي الاهلي على هبه الاستعداد، الكل ان شاء الله باذن الله سيسعد جمهور النادي الاهلي اللي هيكون بالالافات باذن الله 60,000 باذن الله يرج استاد برج العرب تشجيع مثالي، فقط النادي الاهلي فقط هو الذي يشجع في هذه المباراه. وكالعاده باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم هنكون معاك لحظه بلحظه سواء اليوم او غدا ان شاء الله باذن الله في مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي، مباراه الذهاب باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك باشمهندس عدلي، عوده ليك استاذ ابراهيم منيسي. طبعا الشيء الوحيد اللي عرفناه دلوقتي اصابه هشام في اللحظات الاخيره والغاء تدريب الترجي. ايوه. يدل لك على ان الماتش مش تقليدي، مش واخدينه بطريقه عاديه المره دي. يعني عايزين يحيطوا نصوب اكبر قدر وسياج من السريه والغموض، خاصه ان برج العرب كملعب ماهوش غريب عليهم. ايوه. هم حافظينه. فده يدلك على انهم ناويين يعملوا مفاجاه او مستعدين بشكل مختلف هذه المره. لما بنقول مقلقه وصعبه هي مباراه مش تقليديه، لان برضو التعويل على ان الترجي ما بيخسرش في القاهره وما بيكسبش في تونس او والعكس الاهلي ما بيكسبش في القاهره وبيكسب في تونس، هذه معادلات لا يمكن الاعتماد عليها. وانك تركن اليها وتتحول الى شيء بتعتمد عليه وانت بتستعد في منتهى الخطوره. احنا مدركين هذا، مدركين ان المره دي صعبه غير اي مره تانية. الحوافز هتبقى عاليه جدا عند الفرقتين. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، ونرجو التوفيق ايضا لجمهورنا. جمهورنا ما يخش ما يفكرش غير في فرقته، هنيجي تشجيعها وفي ان هو من الدقيقه الاولى لحد نهايه المباراه يظل على قلب رجل واحد وراء الاهلي. هنيجي بالتاكيد للجمهور لانه هو العامل المهم جدا في هذه المباراه، وحضوره باذن الله يكون مؤثر ايجابي مع الفريق. زي ما اشار كريم إن هذه المباراة ستشهد لأول مرة في تاريخ أفريقيا تنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد مع طاقم التحكيم. دي مسألة جديدة لأول مرة الاتحاد الأفريقي هينفذها، سواء في نهائي دوري الأبطال الأهلي والترجي أو نهائي الكونفدرالية بين الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي. دي الأول مرة، ودي يمكن لعيبة النادي الأهلي دخلت اطمأنت على الغرفة اللي هيكون غرفة التحكم الإلكتروني اللي هيعمل من خلالها، واللي تقرر انه الحكم بكاري جسامة هو اللي هيدير غرفة الفار. فبالتالي تم الاتفاق على ايه هي الحالات اللي مسموح لغرفة التحكيم او غرفة الحكم المساعد يتدخل فيها. تم الاتفاق عشان وانتوا بتتفرجوا بكرة مش كل حاجة تعتقدوا ان الحكم هيروح يحتكم للفار، هيروح يشوف الفيديو. تم الاتفاق على ان هم اربع حالات فقط، الكره جون ولا مش جون كحاجه اساسيه، طب هي بنالتي ولا مش بنالتي، ضربه الجزاء، الاوفسايد لو هو اوفسايد اصفر عن هدف، يعني مش اي هجمه اتصفر على تسلل نحتكم للفار نشوفه كان تسلل ولا لا. اذا كان في خطا من تسلل اصفر عن الهدف بيتم التأكد من سلامة الموقف كان في اوفسايد ولا مش اوفسايد، يبقى الهدف وسلامة احرازه. ضربة الجزاء صحيحة ولا مش صحيحة، الهدف تسلل لا او الهدف مش تسلل، المقصود تجاوزت المرأة الهدف سلامته. افرض في افرض في خطأ مثلا، حد اعتدى على الجون لحظة تسجيل الهدف، افرض الكرة تجاوزت سلامة الهدف، فسلامة الهدف او صحة الهدف، صحة الهدف، ضربة الجزاء، التسلل، والطرد. واحد عنده كارت وارتكب خطأ
كان يستوجب الانذار، لكن الحكم ادى الانذار لواحد تاني فتم الاختلاف. مش اي كارت هيروح للفار، الكارت اللي هو يستحق معاه الطرد هذا اللاعب او الطرد المباشر، هو اللي كان يستحق الطرد ولا ما يستحقش، او الطرد المباشر. يعني هذه هي القرارات الاربعه المؤثره التي تم الاتفاق على الاحتكام للفيديو فيها. غير كده الامور هتمشي عادي جدا. نتمنى ان شاء الله في كاس العالم كان ليك مرتين. هل دلوقتي هتبقى مفتوحه؟ مرتين بمعنى ايه؟ تحتاج تلجا للفار مرتين، اللي هو انت لا مش محدده انت لا كفريق ولا كحكم. لا كفريق، لا مش متحدده بمرات. فاي اعتقد ان في كاس العالم هي كان مرتين. هي مش للفريق، هي للحكم. الحكم هو اللي من حقه. ايوه، ما هو الفريق والحكم هيروح يتاكد الا بناء على احتجاج. لا مش شرط الاحتجاج. إزاي؟ هو بالنسبه له لو اتقال الله طبيب عملنا ايه، لو اتقال له في الاربيز انه في خطا تعال شوفه، ياخد بيه او ما ياخدش، زي ما حصل في ماتش مصر والسعوديه. لا الزمالك والهلال حصل احتجاج، راح بعد ما حسب الهدف لجا للفار. ما هو الطرف بيحتاج، لكن غرفه أيوة الكنترول بتنبهه انه الامر يستوجب. انا فاهم يا استاذ ابراهيم، هل انت تحتاج على كل صغيره وكبيره؟ هي الاربع حالات، وفي الاول وفي الاخر يبقى سيد الملعب هو الحكم. حتى لو احتكم للفار ولم يطمئن وصمم على رايه، قراره هو اللي هيمشي. طبعاً. لكن هي التقنيه نتمنى ان هي تساهم بقدر كبير ان شاء الله في انصاف العداله في الملعب، وانه كل فريق ياخد حقه. كمان غياب مؤمن زكريا خلاني اتوقف قدام التويته اللي عملها مؤخرا، يعني من كام ساعه كتب ان انا بره التشكيل، لكن الكره للجمهور، وانا دلوقتي جمهور وهكون مشجع من الدرجه الثالثه، هكون مع اللعيبه في المدرج وهساعد بكل قوه، وانا ثقتي كبيره في زمايلي ان هم رجاله وهنقاتل من اجل افريقيا. وهي دي روح جميله انا حبيت انوي عليه. صحيح، هي دي روح فريق الاهلي، انه يتعامل كوحده، ما حدش بيفكر في نفسه النهارده. هو مؤمن حط في الاول الكاس تويتر الاولانيه وقال لك ان شاء الله في الجزيره. ربنا يوفق زمايله ويوفقه هو كمان فيما هو قادم باذن الله. قلت لكم القائمه اللي اعلنها كارتيرون، واللي خرج منها هشام محمد لشكواه من اصابه في العضله الخلفيه. لكن كارتيرون كمان تحدث عن اهميه حضور الجمهور في المباراه، وقال ان انا سعيد جدا ان جمهور الاهلي هيكون حاضر هذه المباراه الكبيره. انا عارف جمهور الاهلي في مثل هذه النهائيات بيكون مؤثر جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نبذل ما يسعد الجماهير ويفرح الناس بهذا اللقاء المهم جدا. طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه هو طاقم تحكيم جزائري بقياده مهدي عبيد، ادى تدريباته اليوم في ملعب برج العرب، وقاموا بتفقد ارضيه الملعب وغرف الملابس في الاستاد قبل عمليه الاحماء. زي ما المهندس عدلي اشار في الاول، مفيش فريق عربي بينه وبين الاهلي حميميه اشد من الترجي، على رغم قوه المنافسه الافريقيه اللي بينهم دايما، على الرغم انك انت باستمرار هتلاقي الاهلي بيصعد كتير لما بيلاقي الترجي دايما في سكته، او الترجي يلاقي الاهلي في سكته. حساسيه المواجهات كان حتى الاقصاء بيبقى عن طريق الترجي. حساسيه اللقاءات الكبيره اللي بينهم ما لا تنال ابدا من التقدير والاحترام المتبادل، وحاله الدفء الكبيره الحقيقه اللي بين الاهلي والترجي، عبر عنها مشجعه الترجي في اكتر من مناسبه، حتى ان هم لما جم انا اسعدني جدا صديقنا شكري عبد الحميد ابن السيده زينب. ايوه. قال لي الشباب في السيده زينب الاهلاويه فاتحين بيوتهم لاستقبال اصدقائهم من جماهير الترجي. جميل. مقيمين في شقق عندهم في السيدة وفي بعض الفنادق الشعبية اللي في السيدة زينب. فبيقول لي تعالى شوف القهاوي بتاعت السيدة زينب وعليها مشجعين الأهلي مع مشجعين الترجي مع بعض. جميل. هي دي الحالة. دي الحالة اللي هي المفترض تكون عليها كرة القدم. بالظبط، هي دي الكرة وهي دي الرياضة، وهو ده دورها الحياة في المزيد من التقارب واللحمة بين الشعوب. أنا كتبت عنها النهاردة إن ده التتويج قبل اللعب. أيوه. توجت الروح الرياضية، توجت العلاقات العربية، توجت حالة الحب الكبيرة اللي بين الجماهير المصرية والتونسية. لو ان هذا هو لو هذا هو المود السائد او الروح السائدة
في كل كرة القدم هتبقى ممتعة قد ايه اللعبة دي. شوف انت مع الجزائر انت يعني هتشوف المتعة المتعة انك ما تشعرش بالمرارة. انت متحمس 90 دقيقة، لكن عندما تنتهي ممكن لو بالدفء المشاعر يخلوك ما تحسش بالهزيمة حتى. عشان كده دي المكاسب الكبيرة يا جماعة بالنسبة للجمهور. سلوكنا لازم يتغير، ثقافتنا لازم تتغير، لازم نتعامل مع المسألة برقي شوية. دي منافسة قوية جدا علينا ان احنا نبذل معاها كل المجهود، لكن فريق استحق، فريق بينافسنا له كل الاحترام له كل التقدير، بنساند فريقنا بشكل قوي جدا، بندعم لاعبتنا بشكل كبير جدا، لكن بنحترم المنافس، بنسقف للمنافس، بنحيي المنافس، بنحافظ على هذه الروح الكبيرة مش بس بين الأهلي والترجي، بين الأهلي وكل المنافسين، لأنه هذه الروح لو سادت فعلا كرة القدم ومعانيها هي الحقيقية اللي هتظهر. مسؤول الأهلي والترجي في المؤتمر الفني أكدوا على الروح الرياضية بصورة جماعية، الاتنين تبادلوا مشاعر التأكيد والاحترام المتبادل. حضر الاجتماع الفني من الأهلي كابتن محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، والكابتن ماهر عبد العزيز المدير الإداري، وحضر من الترجي رياض بن نور نائب رئيس النادي ورئيس البعثة وبجانب طاقم التحكيم الجزائري ومندوب عن مديرية أمن الإسكندرية. ضمن التجهيزات بقى الكبيرة جدا، كابتن الفريق حسام عاشور بيكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة والجلسة المهمة اللي جمعت كبار اللعيبة مع بقية عناصر الفريق. وقال حسام عاشور انه في قاعدة مهمة جدا حرص عليها هو ووليد سليمان وشريف اكرامي واحمد فتحي كلاعيبة كبيرة في الفريق مع كل زمايلهم، واتكلموا بشكل واضح على اهمية المباراة، على قوة الترجي، على احترامهم لهذا المنافس، وعلى حرصهم الكبير. انت بتلعب بطولة لعبتها قبل كده، انت لعبت النهائي مرتين. حرصهم على ازاي يقدروا يسعدوا الجمهور، لانه كمان فكرة حضور الجمهور بهذه الكثافة محسس اللعيبه بالمسؤوليه يا باشمهندس. لا دي حاسس اللعيبه بالمسؤوليه، حاسسهم كمان ان يا جماعه اللي كانوا يتكلموا على المجاميع ده هو النهائي اتلعب بدري من مجموعتك وبيتكرر دلوقتي تاني. صحيح. نرجو ان يلقى الاهلي نفس الحظوظ باذن الله. هشام محمد ادى تدريبات تاهيليه وغادر القائمه لانه اشتكى من اجهاد في العضله الخلفيه. مجد تراوري المدرب المساعد في الجهاز الفني للترجي عبر عن ارتياحه لتطبيق تقنية الفار، وقال انه يتمنى ان شاء الله انه فريقه يستفيد منه، او الفريق صاحب الترجي يكون صاحب الحظ الاوفر من نظام الفار ده المدرب التونسي، مؤكدا على انه امر جيد على الصعيد الفني ويمنح كل فريق حقه. قال كمان المدرب المساعد للترجي انه الأهلي فريق كبير جدا، الاثنين كتاب مفتوح لبعض، الترجي والأهلي عارفين بعض كويس قوي، اتقابلوا في دوري المجموعات هذا الموسم. طبعا ده كانوا بيلعبوا في يعني المسائل في الدوري المصري دلوقتي مكشوفه بشكل كويس، وقال انه احنا نعرف قدرات الأهلي كويس قوي وعارفين نقاط القوه في صفوفه، وهنلعب على تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الغد. وقال ان الاخطاء، لانه في انتقادات، احنا تملي الاعلام بيرسم لنا صوره ذهنيه للأشكيف المخيف. الإعلام لا يتحدث عن واقع فني، يتحدث عن أسماء كبيرة. الترجي اسمه كبير جدا، لكن هو الجانب التونسي عارف أنه في مشاكل فنية كتيرة في فريق الترجي. فالمدرب المساعد بيقول أن احنا رغم كثرة الأخطاء اللي عندنا وتركيز إعلامنا عليها والانتقادات اللي بتوجه للترجي، إلا أنه بيقول أملنا أنه مع المباراة النهائية الأمور تختلف. طب ما انا عايز اقول حاجه يا استاذ ابراهيم، يخفي كل الاخطاء اذا كان الاخطاء بيرصدها الاعلام التونسي وبيتحامل على الترجي في رصد هذه الاخطاء، انت بتعيش نفس الحاله هنا يا استاذ ابراهيم. بالظبط، يعني ما حدش برضه، ده مش هيخدرنا الكلام ده. احنا برضه ما احنا الاعلام عندنا والجماهير مش معيشانا ان احنا في احسن حالاتنا. بالظبط، فالظروف واحده واصحاب الهمه هم اللي هيفوزوا باذن الله. علي مشالي لاعب الترجي قال انه زمايله جاهزين لمواجهه الاهلي اللي بيحترمه كتير جدا، وقال ان احنا عارفين الاهلي بشكل كويس وعارفين ان الاهلي عارفنا بشكل كويس. واتمنى مشاني انه يكون جاهز
مع زمايله قال للتتويج بالأميرة السمراء، خصوصا أنه لا تتاح الفرصة لكل اللاعبين لخوض النهائي كل سنة، وقال لهذا يعد الوصول لهذا الدور حافزا كبيرا أمام جميع اللاعبين. أوضح لاعب الترجي أنه الأهلي فريق كبير، الترجي أيضا جاهز بقوة، وقال أنه الفريق التونسي أجرى تحضيرات مهمة قبل ما يجي القاهرة، وهدفه الخروج من برج العرب بنتيجة إيجابية. نتمنى الأهلي هذه المرة يعيد كتابة التاريخ. ليه بقى؟ لأنك أنت ما رحتش لحد دلوقتي ولا مرة كأس العالم في الإمارات. يعني أنت لما هتروح هيبقى حدث تاريخي بالنسبة لك، لأن هتلعب وسط جماهير مش محتاجة تسافر لحد اليابان عشان تتفرج عليه. بالظبط. فأنت دلوقتي نرجو أن حظوظنا وأن احنا نغتنم الفرصة دي ونلعب بقى في الإمارات هذه المرة عشان يبقى تاريخ جديد وعودة برضو إلى هذا المعترك. أنت بترجع للأرض التي فقدتها بقالك مدة، تقترب منها كثيرا، ولكن يعني نرجو هذه المرة أن نصل إليها. طيب، مصر كلها على قلب رجل واحد، مصر كلها ورا النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي عنده هذا القدر الكبير جدا من الحماس ومن الرغبة لحضور المباراة. قد ايه عننا اليومين اللي فاتوا من ملاحقات ومطاردات وتساؤلات، الكل كله عايز تذاكر، كل عايز تذاكر. الاهلي كان يحتاج استاد ساعته 10 مليون متفرج عشان يقدر يحتوي كل هذه الرغبات وهذه الطلبات. لكن لما يكون كل الناس عندها هذا الاهتمام بهذا اللقاء، الاعلام بيقول رايه من خلال وسائل الاعلام، وده شيء طبيعي جدا. حتى الآراء المناوية للأهلي أو الرافضة للأهلي في النهاية دي مسألة آراء إعلامية لزملاء ليهم كل الحق في إبداء وجهات نظرهم. إنما لما يصل الأمر بمدرس، مدرس المفترض أنه راجل معلم، والمفترض أنه راجل تربوي، والمفترض أنه بيعرف يقرأ ويكتب كويس قوي، والمفترض أن عنده بتعريفة ثقافة، بتعريفة أقل قدر المفروض يكون عنده، لكن تلاقي مدرس يتخلى عن كل ضوابط المهنة بتاعته ويتجرد من كل التزاماته التربوية ويمسك ميكروفون في حوش المدرسة عشان يهاجم النادي الأهلي، عشان يتريق على النادي الأهلي بسلامته، عشان يسيء للنادي الأهلي، عشان يشحن صدور الطلبة والتلامذة اللي قدامه. ده مدرس؟ للأسف مش عارفين اسم سعادته ايه. هنعرض هذا الفيديو المتداول على السوشيال ميديا على أمل أنه حد يساعد في الإبلاغ عن هذا المدرس المجرم. نشوفه. طبعا احنا امبارح بنهني فريق الزمالك أبطال أفريقيا كلها وكوماندو إن هم تأهلوا لكأس العالم للأندية بعد خسروا على الاهلي في النهائي، وان شاء الله دايما النصر للزمالك بعون الله على قوى ساعات الرولكس. وطبعا احنا كمصريين بنتمنى للاهلي في النهائي الافريقي ان هو يقدر الترقي، وان شاء الله بعون الله نتمنى الفوز لفريق الترقي العربي التونسي وكاس روح تونس البلد العربي الشقيقي الافريقي الاسيوي الاوروبي الشقيق. ونتمنى طبعا انتصارات الطوبه شغاله طبعا ان الاهلي دخل في 10 تجوان في 4 مباريات. طبعا هم دول الحراس بتاع المنتخب اللي فاتحيننا. وبالمناسبه ان الاستاذ الجول العالمي شريف اكرامي دخل موضوع تونس بالارقام القياسيه، اول حارس مرمى في العالم يدخل جول في مرماه براسه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزقه. عشان الصوت ما كانش واصل، هو الراجل في الاول بيهني الزمالك على بطوله افريقيا لليد، شيء طبيعي، واحنا هنينا الزمالك، دي مساله مش محتاجه لا مزور في طابور الصباح خالص. لكن حتى لو كان ده دوره، انتوا شفتوا بعد كده بيتكلم على ايه؟ بيتهكم على الاهلي اللي دخل في مرماه رقم قياسي. شريف اكرامي بيقول لك اللي ربنا يوكسه.
الاهلي بيخوض مباراه افريقيه، نتمنى ان شاء الله واحنا في ايام اكتوبر وفي ذكرى اكتوبر يدخل مرماها 10 اهداف، ونتمنى الفوز للترجي التونسي الشقيق. ده مدرس؟ ده مدرس عنده رساله تربويه؟ انا بقول لكم هذا نوع من الاجرام اللي اتمنى انه البيه مدير المدرسه او اي مسؤول في هذه المدرسه او هذه الاداره التعليميه يقدر يتعرف على ده. اكبر جريمه ترتكب ان احنا نسلم عقول ولادنا لسلوك اجرامي بهذا الشكل. استاذ ابراهيم، ده يدلك على مدى الياس والاحباط الذي يعيشه البعض، انه مش قادر يفهم دوره ايه، رسالته ايه، الغل اللي جواه اللي بيتملكه والحقد وصله ان يفقد اتزانه وينسى دوره، والمشهد العام لا يفرز الا هذه النتائج. المشهد العام لما تبقى القدوه، انا قلت قبل كده، لما تبقى القدوه والقيادات منفلته، القدوه والقيادات على طول بتكل الاتهامات، الاعتداء على التاريخ وتزييفه، لازم يفرز امثال هؤلاء. ولكن انا عايز انبه لشيء اخطر يا استاذ ابراهيم. هذه مرحله جديده من مراحل تزييف التاريخ والعبث بعقول الطلبه. طابور الصباح مش مجاله ان انا انشر التعصب ولا اعلن عن هويتي ولا تهكم عن نادي كبير، ولا حتى لما تهكمش مش مجاله، ولازم ولا بد ان يتعقب النادي الاهلي هذا الامر، وان تكون هناك شكوى رسميه من النادي الاهلي في هذا الاطار، لان ده هيبقى مشهد جديد على الساحه، هيتكرر يا استاذ ابراهيم. هذا جزء ما كنا فاكر من 10 سنين لما كنت بقول لك ان بعض الصحفيين الزملكاويه قالوا يا نوقف الزمالك هنوقع الاهلي، فاكر؟ صحيح. وسميتهم لك بالاسم. صحيح. عملوا ايه؟ النهارده نفذوا هذا المخطط، والى اليوم النهارده دي نقله جديده، نقله جديده ان يروحوا يغزوا عقول الطلبه في المدارس. هذا امر خطير لا يمكن ان يقبل، وهذه مؤامرة على الروح الرياضية ومؤامرة على التاريخ وتزييف واستمرار، لأن المشهد السلبي المنجوب هو اللي بدأ ينتقل من ساحات الإعلام إلى ساحات المدارس. هذا أمر في منتهى الخطورة، لا يمكن التعامل معاه على أن ده واحد يعني بيشجع فرقة أو بيكره فرقة. هذا أمر لا يمكن قبوله. وعن النادي الأهلي، وأنا بكررها تاني أهو، أن تبقى فيه شكوى لوزارة التربية والتعليم حتى لا تتكرر هذه الأمور لخطورتها، لأن اللي بص هذه السموم هو بيمزع بينشر التعصب بدل ما يقف يتكلم عن الروح الرياضية. وازاي الا الاشقاء التونس بيدعموها؟ والله مش بيدعموها، ده بيدوا درس. ده بيقولوا لهم مالكوش دعوه، روحوا احنا ده لقاء الكبار مالكوش فيه. واخد بالك؟ فانتوا يعني هذه النماذج لا يمكن التعامل معاها كانها يعني مسائل عابره اطلاقا يا استاذ ابراهيم. احنا بس مهتمين ان صورته تبان بشكل واضح، لانه لو لسه في حد بيحاسب حد في المدارس ده لازم يحاسب. يحاسب على بس التعصب، يحاسب على الإساءة لقيمة نادي بحجم النادي الأهلي تحترم كل كيانات الدولة وتقدره كل الجهات. غير معقولة إنه السخرية من النادي الأهلي والدعاء على النادي الأهلي والتهكم على النادي الأهلي ده يكون موضوع طابور صباح في مدرسة بتعلم النشأ وبتعلم الشباب حاجة من السلوك. طب ما نيجي نقول للأهلاوي بقى في طابور الصباح اتكلموا انتوا، وهيبقى عددهم أكبر. هذه فوضى لا يمكن السماح بيها. حتى لو كان واحد أهلاوي بيقول هذا الكلام، أنا هقول نفس موقفي، هيبقى منه نفس الموقف. صحيح. هذا عبث. ده مكان لكل مكان مقام المقام. يا تنشر الروح الرياضية، يا تنشر القيم السلوكية، يا تنشر المحبة والاحترام والاحترام. إنما تنفس عن حقدك وعايز تنقله وتغرزه في نفوس الطلبة الصغيرين اللي ثلاث ارباعهم بيسخروا منه 100% هم وهو يعني حتى الصوت بيقولوا له كفاية كفاية اسكت بقى.
يعني حتى الطلبه بتوعه والطالبات مش محترمين الكلام الهرتال اللي عمال يقولها. فبالتالي اتمنى صورته اللي واضحه ديت حتى من الناس اللي ليها علاقه بالمدرسه، الناس اللي الطلبه المدرسين، ننتظر تحقيقه وعايزين نعرف نتيجته، يبعت لاي حد اسم هذا الانسان غير التربوي، ده يقعد في اي حته غير المدرسه، ده يشتغل اي شغلانه غير القيام برساله تربويه، مسؤول عن تربيه النشء، مسؤول عن بث الاخلاق والروح الرياضيه، مسؤول عن حمايه السلوك الاجتماعي بين الناس. في طابور مدرسه بتهاجم وتتهكم وتسيء وتكذب يعني كل هذه الهرتله الحقيقه تخليه فعلا اخر حاجه ممكن يشتغلها هذا البني ادم هي رساله التربيه والتعليم. اذا كان فعلا لسه في مسؤول نتمنى التوصل الى صاحب هذا السلوك الاجرامي. الافندي ده مين اللي ممكن يرد عليه؟ عشان تعرفوا قد ايه بينا ناس على هذا القدر من الغباء ومن الحماقه ومن الجهل ومن التخلف. يجي الرد عليه من المغرب. من المغرب مش من تونس حتى اللي بتواجه الاهلي، لا من المغرب. نلاقي في نفس الاسبوع بعثه صحفيه تونسيه مغربيه زارت مصر وزارت النادي الاهلي او حرصت على ان تزور النادي الاهلي. شوفوا تقديرهم للنادي الاهلي الذي لا يقدره هذا المعلم الاحمق، وهو غير معلم الحقيقه. ده حد شغال في سنتر بيدي دروس او بيعمل اي مصيبه مؤكد من اللي بيعملها وخلاص. ما عندوش اي قدر من التربويه او من الحرص على الاخلاق العامه. نلاقي هذه البعثه المغربيه في صحيفه احداث انفو المغربيه بعنوان كبير دوله الاهلي معطيات مثيره عن نادي القرن. الاول عايزين بس في الشمال الافريقي ها ترجي دوله كذا، هم الكلمه دي بتعني عندهم ان الوطن الصغير. الوطن الصغير بالظبط، ان الانديه دي اوطان بالنسبه لمشجعينها. بالظبط، يعني هم لما بيقولوا ترجي يا دوله مش بيقصدوا ان دوله موازيه للدوله التونسيه او داخل الدوله التونسيه، عايزين يقولوا ان ده لواء الوطنيه في الدوله فيها مقومات الدوله الوطنيه. ده المفهوم في الثقافه المغاربيه. صحيفه احداث انفو المغربيه بيقول كانت الساعه تشير لاحد الزملاء بعد ما جم عملوا الزياره، فقال يعني انا الحقيقه من متعه اللي مكتوب يعني مصمم ان انا اقراه لكم. كانت الساعه تشير الى 3:30 عندما استعنا بتطبيق اوبر للتوجه من شارع شريف باشا صوب منطقه الجزيره الواقعه في قلب نهر النيل الذي يفصل العاصمه المصريه الى شطرين، بعدما ارهقنا جشع اصحاب التاكسيات واصرار العديد منهم على عدم تشغيل العداد تاره. طبعا دي الافه المصريه والمطالب، لانه في المغرب وتونس لا يمكن حد يلعب في عداد، والمطالبه بما هو اكثر من الاجره المتفق عليها سلفا تاره اخرى. رغم الازدحام الشديد نجح السائق بفضل براعته في ايصالنا الى وجهتنا في ظرف لم يتعدى 20 دقيقه. بعدما اجتاز كوبري قصر النيل لنجد انفسنا امام سور ضخم تتوسطه بوابه جميله يعلوها شعار النادي الاهلي. وبيقول الزميل المغربي كان من البديهي ان نبلغ مسؤول النادي بقدومنا قبل موعد الزياره بيوم واحد، وعند وصولنا الى البوابه وجدنا عناصر الامن الخاص على علم باننا 3 صحفيين مغاربه يرغبون في التعرف اكثر على النادي الاشهر في القاره السمراء، حيث اصطحبنا احدهم الى داخل المبنى الاداري المترامي الاطراف لنجد في استقبالنا خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره الذي استقبلنا بحفاوه وترحاب كبيرين. نفس الترحاب لمسته رفقه الزميلين عبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين وهشام مبشور مدير موقع آزار، ونحن نتجول في مرافق النادي ونطرح السؤال الصعب، علاش الأندية ديالنا ما عندهاش هذا الشيء؟ باللهجة المغربية يعني احنا ليه ما عندناش نفس الأندية دي؟ بيقول لك علاش الأندية ديالنا يعني ليه الأندية اللي عندنا مش على هذا الشيء، مش بهذا المستوى. معرض الألقاب بيقول بمجرد مغادرتنا لمكتب مدير مقر النادي الأهلي
ولجنة إلى باحة فسيحة يتوسطها معرض زجاجي يتضمن العديد من الكؤوس والدروع التي فاز بها فخر الكرة المصرية، حيث اكتفى مسؤول الفريق بعرض نموذج واحد من كل كأس أو درع مع الاحتفاظ بالبقية في متحف أكبر من حيث الحجم والسبب. حسب ما أكده لنا أحد موظفي النادي هو أن ألقاب المارد الأحمر أكثر من أن يستوعبها معرض زجاجي صغير يلخص تاريخا حافلا بالتتويجات، حيث حصل الأهلي على 20 بطولة قارية وضعته في المركز الثاني بين أندية العالم بعد ريال مدريد، وحصل على درع الدوري المصري 40 مرة وعلى آخرها كان عام 2017، وعلى كأس مصر 36 مرة آخرها 2017، كما فاز النادي الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 8 مرات آخرها في العاشر من نوفمبر 2013، والتي تأهل من خلالها إلى كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، كما فاز بكأس السوبر المصري 9 مرات وكأس السوبر الأفريقي 6 مرات، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإفريقي مرة واحدة وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات والكأس الأفرو أسيوية مرة واحدة. كما تم اختيار الأهلي من طرف الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم كأفضل ناد أفريقي في القرن العشرين. مبهورين الإخوة المغاربة بمستوى إمكانيات النادي، فبيقولوا هذه مقرات نموذجية. هو تعرض للمقرات برضو. يعني يستطرد فيقول استغرقت جولتنا في الفرع الرئيسي للنادي بمنطقة الجزيرة زهاء الساعتين، عينا خلالها ملعب مختار التتش الذي يحتضن تدريب الفريق الأول ويتسع لحوالي 8000 متفرج، بالإضافة إلى حمامي سباحة، واحد أولمبي والآخر مخصص للغطس، وملاعب للتنس والاسكواش، بيعدد بقى القاعات المغطاة وبيعدد المرافق والصالات المغطاة، وبيعدد أيضا مرسى النهر كمكان ترفيهي للأعضاء. وبيستطر بيقول وإذا كان فرع الجزيرة قد افتتح في 1909 فإن فرع مدينة نصر لم يرى النور سوى في 1993. ويضم برضو حسب كذا بعض الملاعب، بيستطر يعني في استعراض مرافق النادي، وبرضو تطرق إلى مقر الشيخ زايد الذي تزيد مساحته عن 54 هكتار. هو 130 لكن احنا استغلنا منها حوالي التلت بس. حيث احتوى على ملعبين مزودين بالعشب، بيتكلم على المنشآت. اذا ثلاث فروع تم انشائهم بالإضافة إلى فرع رابع جاري إنشاء. كل دي معلومات تشربوها وعرفوها. فهم فعلا لهم حق ينبهروا بالنادي الاهلي. سر نجاح يا استاذ ابراهيم. بيقول الزميل المغربي بعد ما تجولوا قال لكم المهندس عدلي حديثه عن الفروع الثلاثه، هم شايفين سر نجاح الاهلي ايه اللي الافندي المتهكم ده بيتكلم عنه. بيقول الزميل المغربي الاهلي هو الاول في مصر، ليس فقط في كرة القدم وإنما في جميع الرياضات جماعية كانت أو فردية. هذا ما حرص مسؤول النادي الأحمر على تأكيده في معرض إجاباتهم على استفسارات الأحداث المغربية اللي هي اسم الصحيفة المتعلقة بسياسة التكوين داخل النادي رعاية الناشئين باعتبارها سر النجاح الذي حققه الأهلي حتى الآن. واقع لمسناه من خلال الوقوف بلغة الأرقام على سيطرة الأحمر على معظم الألقاب محليا وعربيا وإفريقيا في كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وحتى في رياضة الإسكواش. بيقول معظم المستفيدين من التكوين داخل مقرات النادي هم من أبناء المنخرطين اللي هم الأعضاء الذين يحرصون على مرافقة أبنائهم ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل إلى واحد من الفروع الثلاثة من أجل الاستفادة من تكوين احترافي على أيدي مدربين يتوفرون على دبلومات معترف بها دوليا، ناهيك عن خبراتهم كممارسين سابقين للرياضات التي يشرفون على التأطير اللي هو التدريب والتكوين فيها، لتكون النتيجة هي اكتشاف مئات المواهب التي فرضت سيطرتها على البطولات المصرية في مختلف الأصناف الرياضية. ويتحدث على الأكاديميات الخاصة قبل ما نوصل للأكاديميات. هيطلع واحد يقول لك ازاي بتقول كده والزمالك عنده بطولات اكتر في كره اليد. احنا لما بنتكلم على
رجال وسيدات وعدد بطولات وكبار وصغيرين وكبار وصغيرين وناشئين مؤسسه رياضيه هتنتزع لي ايفنت انت متفوق فيه حقك لكن هقول لك بقى اخبارك ايه في تنس الطاوله؟ اخبارك ايه في السباحه؟ اخبارك ايه في العاب القوى؟ اخبارك ايه في الجمباز؟ اخبارك كيف في الجودو؟ اخبارك ايه في الكاراتيه؟ اخبارك ايه في الاسكواش؟ اخبارك ايه في التنس؟ اخبارك ايه في 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 عشان بس ايه قبل ما يتحججوا بقولها لهم انا بنفسي بالظبط انتوا كسبتوا اكتر في كره اليد في عايزين تخلوا الرياضه لكن لو عد بقى بطولات البطولات فعلا لا انت بعيد قوي. بيقول الزميل المغربي عن ديمقراطيه نموذجيه، ازاي هو شاف التجربه في النادي الاهلي تفضي من خلال ممارسه ديمقراطيه الى انتخاب مجلس اداره؟ فبيقول في الوقت الذي لا يزيد عدد المنخرطين اللي هم الاعضاء في العديد من الانديه المغربيه عن 150 منخرطا، يعني كل نادي مغربي عدد اعضائه ما بيزيدوش عن 150 واحد. بيقول يصل هذا العدد داخل الاهلي المصري الى 169 الف منخرط، يعني 169 الف عضو، حيث اطلعت الاحداث المغربيه كصحيفه على اللوائح النهائيه لمنخرط النادي برسم الموسم الكروي الحالي لتقف على ضخامة العدد الذي يضمن حسب مسؤول النادي ديمقراطية حقيقية فيما يخص انتخاب مجلس إدارة النادي وتعديل القوانين والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية نظرا لصعوبة التحكم في اختيارات هذا العدد الضخم من المنخرطين. طب بيشوف بقى في ميزة المنخرطين دول ايه؟ يعني لغتهم لذيذة. طبعا ملايين الانخراط. بيقول لك شوف دي بتعمل دخل شكله ايه للنادي الاهلي. عشق الاهلي لا يوقفه حتى الجانب المادي. والدليل هو ان الاقبال على الانخراط في النادي في تصاعد. ما زال الناس مستمر رغم رفع قيمه المبلغ الانخراط بشكل كبير حيث يتوقع مسؤول المارد الاحمر ان يصل عدد المنخرطين الى ربع مليون في 2020. واحنا لما بنتكلم على ربع مليون منخرط ما بنتكلمش على الاسره بالكامل. أيوة. ده من غير ولادهم بالظبط. احنا بنتكلم على اللي ليهم الحق في العضو الاصلي. بيتكلم بقى على قيمه العضويه، على قيمه العضويه والمبالغ اللي بيتحققها بيجيبها بالعمله المغربيه 18.6 مليون سنتيم مغربي بالنسبه لاصحاب المستوى التعليم العالي مقابل 21 مليون سنتيم لاصحاب المستوى التعليم المتوسط، علما ان الخراط في النادي ينقسم الى نوعين. تعال ننط الارقام مش مشكله دي. لانه بيقول لك امتيازات فريده. ايه هي الامتيازات يا استاذ ابراهيم؟ في مقابل ما يدفعه منخرط النادي الاهلي المصري من اموال يوفر لهم هذا الاخير امتيازات فريده، لا يقتصر الامر على الاستفاده من ثلاث مقرات متراميه الاطراف في العاصمه المصريه تتوفر على ملاعب ومطاعم ومقاهي من الطراز الرفيع وحصول ابناء المنخرطين على تكوين في مختلف الاصناف الرياضيه، بل يتعداه الى توفير مراكز للتصييف خاصه بمنخرط الاهلي في المناطق الساحليه المصريه مقابل مبالغ رمزية واستفادتهم من تأمين صحي يمكنهم من العلاج في مستشفيات تعاقد معها مجلس إدارة النادي مقابل دفع تكاليف منخفضة جدا، كما أن النادي ذهب إلى أبعد من كل ما سبق من خلال اقتناء قطعة أرضية يتم حاليا تجهيزها لتحويلها إلى مقبرة خاصة بدفن الموتى من منخرط النادي وأسرهم. يعني يبقى في مدافع، العناية بالتفاصيل حتى أنك بتعمل مدافع. صحيح. مع وضع مجلة النادي رهن إشارة المنخرطين لنشر التعازي وتهاني المناسبات السعيدة بشكل مجاني، كما أن مسؤولي النادي المصري لا يغلقون أبوابهم في وجه المنخرطين من أجل تقديم مقترحاتهم أو شكاويهم في حال تسجيل أو تقصير في الخدمات الموفرة لهم، وهو أمر وقفت عليه الأحداث المغربية أثناء زيارتها لمقر النادي. الحديث طويل جدا. ثم الحديث عن إمبراطورية إعلامية. يتحدث الوفد المغربي عن الإمبراطورية الإعلامية التي يتمتع بها النادي الأهلي من خلال المجلة التي تأسست سنة 1974 لتكون بذلك أول مجلة ناطقة باسم نادي عربي أو إفريقي، قبل أن يتم العثور على مخطوطات تؤكد أن النادي الأحمر أصدر مجلته للمرة الأولى في عام 1921. وكشف أحد المسؤولين عن الزراع الإعلامي للأهلي للأحداث المغربية تفوق مجلة الأهلي وانتشارها الواسع، كما يتوفر لأهل المصري على موقع
إلكتروني يرتده ملايين المشجعين بشكل يومي، إضافة إلى محطة إذاعية إلكترونية وقناة تلفزيونية يوجد مقرها بمدينة الإنتاج الإعلامي، توفر تغطية على مدار الساعة لأخبار ومستجدات النادي. ثم أخيرا الحديث عن الميزانية الضخمة للنادي وتفاصيلها، بيقول لكل مجتهد النصيب، وإحنا يا باشا سر نجاحنا هو إن كل واحد فينا بيقوم بشغله تمام. هو مقتبس الجملة المصرية، بيقول بهذه الكلمات خاطبنا أحد موظفي النادي الأهلي، إحنا يا باشا سر نجاحنا هو إن كل واحد فينا ما تيجي نتوقف بيقوم بواجبه هنا بالتمام. لأن الباقي أرقام وتفاصيل، مش لكن هم معنيين يعني دخلوا النادي ها كانوا حريصين يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عن عظمة هذا النادي. الرد ده لوحده بيرد على ازاي ها لما يكون يعني انت مصري وعندك كمية الغل والحقد ده وتقدم النموذج ده، شوف كيف يرانا العالم، كيف يرانا العالم، كيف يرانا الإعلام، إعلام الأشقاء، كيف يرانا المنافسين اللي بيننا وبينهم منافسة، ويقول لك مالكوش دعوة بينا احنا، ده صراع كبار مالكوش فيه. فللأسف يعني المناخ يسمح بإفراز مثل هذه التشوهات السلوكية التي صح. نرجو أن يتوقف المسؤولون أمامها كثيرا لخطورتها على تنمية أو تنمية النش، لما يشوفوا قد إيه الموضوع يصبح مجال للغل والحقد بدل ما يبقى للتسامح. يعني للتسامح مدرسة تعلم التعصب. تعرف لولا الإمبراطورية بتاعت الأهلي اللي بيتكلم عليها دي، تخيل لو الأهلي ده ملوش المجلة والوسائل الأخرى والتلفزيون والقناة وكده، حجم الزيف الذي كان سيروج على تاريخ النادي الأهلي دون أن يجد ردود. صحيح. شوف الزراعة من إمتى والحصاد إمتى، إنك تزرع إعلام يتوغل وينفرد بالساحة الإعلامية تقريبا عشان يصل إلى لحظة يحاول يغير مفهوم العام. والحمد لله أن ربنا هدانا من بدري أن احنا نوجد الوسائل اللي ترد عليه. وده كان الحقيقة كلام مهم جدا، أن يمتلك الأهلي هذه الأزرع الإعلامية مبكرا ربما لكشف الحقيقة والرد على كل هذا الزيف. خلاص هاتوها بعد الفصل. أنا الأهلي اللي هد جبال. صحيح. بإذن الله، واللي عنده مزيد من الجبال ليتسلقها بلاش يهدها، إنما ومزيد من القمم ليحتلها بإذن الله. إنما شوف جمال جمهورنا لما يتجاوب معانا ويبعتوا لك اسم في حرص، اسم المدرسة اللي فيها. الحقيقة البعض تواصل على المدرسة اللي منها هذا المدرس اللي تخلى عن كل التزاماته التربوية كمعلم للأجيال. مش مهم ان هو ينتمي لنادي، ما هو الطبيعي ان يبقى منتمي لنادي، لكن يتجاوز بحق الاهلي، يتهكم، يهين النادي الاهلي، يزيف التاريخ، يسيء للنادي وقيمته ومشاعره. ده اللي يخليه فعلا بني ادم غير جدير بالمره بانه يشتغل للشغلانه دي. ده يشتغل اي حاجه تانية خالص، يشتغل في اي حاجه ملهاش علاقه بالقيم والاخلاق والسلوك. هذا الشخص من مدرس في مدرسة الثانوية للبنات بالسيدة زينب حسب ما أفاد البعض. فإذا كان هذا المعلم تاني يا شوارب، إذا كان هذا المعلم في مدرسة الثانوية بنات بالسيدة زينب، فالأمر متروك على وجه السرعة للسيد مدير مدرسة الثانوية بنات بالسيدة زينب. إن لم تتخذ إجراء تأكد أن وزارة التربية والتعليم وهي حريصة على بث القيم والأخلاق ونبذ التعصب، ولن نترك هذا الامر يا استاذ ابراهيم. هذا امر لن يترك، لن نتركه، لانه هيبقى منهج انتظار اجراء رسمي قبل ما النادي باذن الله نسخ ان الاداره التنفيذيه للنادي ستبادر برفع شكوى للسيد وزير التربيه والتعليم ضد معلم تخلى عن كل قيم السلوك الطبيعي والتربوي، انه ازاي يحس التلامذه بدل ما يحسهم على الانضباط وعلى الالتزام وعلى الاخلاق وعلى الروح الرياضيه وعلى احترام المنافس وعلى الحاجات اللي المفترض سيادته يكون أراها زمان حتى على الكراسة، على ظهر الكراسة، لو كانت تعلم بجد انه في قيم وفي اخلاق وفي سلوكيات يجب الالتزام بيها، لو كانت تعلم كل هذه القيم السلوكية المنضبطة ما كانش هيقف في طابور الصباح يسب النادي الاهلي
يتهكم على النادي الاهلي، يسيء للاعيبه الاهلي، ويسخر من تاريخ الاهلي. المؤلم مش مكانه ده خالص. المؤلم يا استاذ ابراهيم، قد تجد البعض يحتفي به وهو يتصور انه عمل شيء صح من خلالهم. هذا هو الخطوره، خطوره انك انت تدي سلوك معيب فيتلقفوا ناس عندهم نفس المرض النفسي اللي عندك. صحيح. ويحتفوا بيه. هنا الخطوره. لكن البنات كانوا بيقولوا له كفايه اسكت. واخد بالك؟ لكن احنا مش عايزين الردع يجي من يعني مين يعلم مين؟ هو مين اللي بيعلم مين؟ صحيح. الاهلي وهو مقدم على مباراه مهمه، الاهلي وهو على موعد مع التاريخ. نشوف في هذا التقرير الصوتي الأهلي والترجي نهائي الرعب والفزع كما أطلق عليه الكاف. لا صوت يعلو على صوت النهائي الإفريقي، شعار رفعه الجهاز الفني واللاعبون داخل النادي الأهلي فور الانتهاء من أداء مباراة ذهاب دور 16 في البطولة العربية. يدخل الأهلي مواجهتي النهائي الإفريقي أمام الترجي التونسي حاملا طموحات جماهيره العريضة في تحقيق حلم الفوز بالكأس التاسعة، مدافعا عن كبريائه الرافض لفكرة الجفاء بينه وبين الأميرة الإفريقية لفترة أطول، وذلك منذ آخر تعانق بينهما عام 2013. تحويل الحلم الأهلاوي إلى واقع لن يكون بالأمر اليسير في مواجهة طموحات منافس عنيد يسعى إلى كسر التفوق الأهلوي على مدار 18 مواجهة جمعت بين الفريقين في تحديات إفريقية سابقة، شهد تفوقا أهلويا بالفوز في 7 لقاءات مقابل 3 لقاءات للترجي، فيما فرض التعادل كلمته على 8 لقاءات. التفوق التاريخي للأحمر على نظيره التونسي يضع أنصار الأهلي في منطقة وسط بين تفاؤل بالفوز في مجموع المباراتين ومن ثم تحقيق الكأس التاسعة، وبين مساحة من القلق الصحي الداعي إلى الأخذ بأسباب النجاح والتفوق ورفض نغمة الارتكان إلى الماضي. أخيرا يبقى التوفيق عنصرا أساسيا نتمنى أن يأتي في صالح الأهلي ليحلق في سماء المجد الإفريقي برفقة الأميرة السمراء وصولا إلى الإمارات الشقيقة للمشاركة في عرس مونديال الأندية. ولو بطلنا نحلم نموت. طيب لو بطلنا نحلم نموت ولو بطلنا نكسب نموت. الأهلي خلق ليكسب، خلق ليكون المعنى الحقيقي والمعادل الموضوعي للتفوق والمثابرة والنجاح والتميز. عشان كده هتلاقي الأهلي يدخل بطولة هدفه الأساسي والوحيد هو الفوز بيها، يفرغ منها فيتجه إلى أخرى. ده اللي خلى ألقابه وصلت إلى هذا الرصيد الكبير جدا، وده اللي خلاها دايما وأبدا الصديق الوفي لمنصات التتويج. الأهلي الصديق الوفي لمنصات التتويج، يتأهب غدا للبحث عن لقب جديد وكبير ومرموق بإذن الله في مواجهة يديرها الحكم الجزائري مهدي عبيد، فيما تولى الجنبي بكاري جسامة مسؤولية حكم الفيديو اللي هيظهر لأول مرة. الأهلي والترجي الاثنين من مجموعة واحدة، الاثنين كانوا في مجموعة واحدة في البطولة. مشوار الأهلي السنة دي عشان نفكر حضراتكم بيه، الأهلي عشان تشوفوا كارتيرون كأول مدرب فرنسي يدرب الأهلي حجم المجهود اللي بذله وحجم النجاح اللي حققه. هذا الرجل تولى الأهلي، تولى مسؤولية قيادة الفريق والمركز الأخير في مجموعته. في دور ال 32 الأهلي دور ال 32 منانا 4-0 و3-1، ثم في دور المجموعات الأهلي تعادل مع الترجي 0-0 وفاز على الترجي 1-0.
او الفوز ده تحقق بعد كارتيرون ما جه. ايوه كده صح. وكامبالا سيتي بص هو كان 0-0 وخسر 0-2 اول، فبقينا تعادل مع الترجي 0-0 وخسر من كامبالا سيتي 2-0 وبعدين كسب تاون شيب 3-0 ايوه، وبعدين كسبوا 1-0 في ملعبه، وبعدين كسب الترجي 1-0 فتأهل في الاخر متصدرا المجموعه. كان الاخير بقى الاول. بعدين في حوريا لعب حوريا كوناكري الغيني، تعادل 0-0 وفاز عليه 4-0. راح نصف النهائي واجه وفاق سطيف الجزائري، فاز عليه 2-0 في القاهره وخسر منه 2-1 في الجزائر. ارقام الاهلي في دوري الابطال السنه دي، لعب 12 مباراه، فاز في 8 مباريات، تعادل 2 خسر 2، سجل 21 هدف واهتز شباك الاهلي 8 مرات. وليد ازارو هو هداف الاهلي بستة اهداف، يليه وليد سليمان 4 اهداف، يعني كلاهما وليد. ده مشوار الاهلي السنه دي. مشوار الترجي لعب في دور ال 64 مع الوئام الموريتاني، تعادل معاه 1-1 ثم فاز عليه 5-0. دخل دور ال 32 واجه جورماهيا الكيني، تعادل معاه 0-0 ثم فاز عليه 1-0. دخل في دور المجموعات، لعب مع النادي الاهلي في نفس المجموعه اللي معاهم كان كامبالا سيتي وتاون شيب، تعادل مع الاهلي 0-0 ثم خسر من الاهلي او من كارتيرون بعد كده 1-0. فاز على كامبالا سيتي الاوغندي 3-2 و1-0، فاز على تاون شيب 4-1 وتعادل معاه 0-0 وتأهل ثانيا وراء الاهلي. في دور الثمانية واجه بقى مواطنه وغريمه العنيد، ودي اصعب مباراة كانت، مباراة بمثابة النهاء المبكر. النجم الساحلي منافس قوي، الترجي فاز على النجم الساحلي 2-1 و1-0 رايح جاي، ودي يعني من الحاجات وده يعكس قوة الفريق، فريق العاصمة اللي هو الترجي. لعب في الدور قبل النهائي مباراة عصيبة جدا 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 مع أول أغسطس الأنجولي، خسر الترجي بره الأرض في لواندا 1-0، وجه في ملعبه اتكهربت الدنيا وبدأ التقدم رايح جاي بينه وبين أول أغسطس لغاية دقايق متأخرة، قلب الطاولة وكسب 4-2، بينما كان مرتين متأخر وكان قاب قوسين أو أدى من الخروج. لكن حتى الفريق الأنجولي اشتكى أن كان ليه ضربة جزاء لم تحتسب. في النهاية تمكن الفريق التونسي من الفوز والتأهل ليواجه الأهلي في النهائي. الترجي في هذه البطولة لأنه لعب في دور 64، هو غير الأهلي، الأهلي بدأ من 32، هو حسب النتائج الأخيرة لعب من دور 64، فلعب 14 مباراة السنة دي، فاز في 8، تعادل في 4، خسر 2، يعني عدد مرات الفوز وعدد مرات الهزيمة مساوية للأهلي، وسجل 22 هدف وعليه 7 أهداف. التكافؤ اللي بينه وبين الأهلي، يعني الأهلي سجل 21 هدف في 12 مباراة، الترجي سجل 22 هدف في 14 مباراة، الترجي استقبل 7 أهداف في 14 مباراة، الأهلي استقبل 8 أهداف في 12 مباراة. في إشارة إلى قوة هجوم الأهلي وقوة دفاع الترجي. هداف الترجي أنيس البدري ب7 أهداف، وهيثم الجويني عنده 3 أهداف. برضه هما الاثنين جابوا 10 زي وليد أزار وليد. إذن هذه الندية الكبيرة جدا تعكسها الأرقام، وده اللي يخلينا نقول ما حدش يتكلم في الكعب العالي والكعب الواطي ومقاس نمرة كام، ده كلام ملوش علاقة بكرة القدم. دي رسالة تنويم مغناطيسي إخواننا إياهم بيحاولوا يمرروها. أصل الأهلي كعبه عالي على الترجي، أصل الأهلي بيكسب الترجي، أصل رادس أهلوية، أصل كل الكلام ده ملوش أي معنى في كرة القدم. كرة القدم لا تعرف إلا حاجة واحدة بس، احترم المنافس، احترم كرة القدم وقواعدها، ابذل ما عليك ربنا يوفقك. غير كده سيبكم من كل الكلام محاولات التنويم المغناطيسي إياها ديت.
كاس افريقيا بطوله مهمه جدا، كاس غاليه قوي، لقب مرموق جدا، هدف الاهلي الفوز بيه. هذه الكاس كانت صورتها غلاف مجله الاهلي النهارده بعنوان هاتوها. هاتوها ككاس، كقيمه، كمعنى، كرمز، كجائزه، كتاريخ كبير جدا لاعظم نادي في الكون. اعظم نادي في الكون، هذا حقيقه من الحقائق، مش حتى مش سلوجان احنا بندعي بيه، لا، في عدد بطولاته، في قيمته، في تاثيره، في عدد تتويجاته عامه. اذا كان الاهلي بيقف في المركز الثاني بعد ريال مدريد في ضمن العظماء السبعه لاصحاب الالقاب القاريه، فهو يقف وحده منفردا بصداره تتويج أندية العالم في عموم البطولات عامة في كرة القدم، وليست البطولات القارية أو الدولية فقط. الأهرام قالت الأهلي يفرض السرية على تدريباته ببرج العرب استعدادا للترجي، بينما شفنا الترجي لغى مرانه النهاردة، مش عايز حد يشوفه، في إشارة إلى أنه بيخطط لوحده وبينفذ أموره في سرية. وكارتيرون حسب الأهرام بطل تونس تطور أداؤه والفريقان كتاب مفتوح. فعلا ما اعتقدش في فرقتين حافظين بعض زي الاهلي والترجي. الفرص يا 50 50 يا 55 45، ما تزيدش عن كده. الشروق قالت السريه شعار الاهلي قبل نهائي افريقيا، الفريق يدخل معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا للترجي، ويمنع الاعلام من التواجد في التدريبات وجاهزيه الشناوي وفتحي وهاني. جريده المساء قالت استعدادا للترجي في النهائي الافريقي درس على السبورة للاعب الأهلي، علاج أخطاء الدفاع، تعليمات خاصة للظهيرين، تصحيح تحركات حمودي. الأهرام المسائي تحدثت عن الأهلي وخطة الـ2-0، يا سلام، وقالت إن كارتيرون يحسم 9 مقاعد ويفاضل بين 5 لاعبين، مخاوف الإياب سر طريقة الهجوم في الذهاب. جريدة الوطن قالت الأهلي يغري لاعبيه بـ7 ملايين جنيه المكافآت، وفتحي مهدد بالغياب. وقالت الوطن الفريق في معسكر مغلق، كارتيرون يحسم طريقة اللعب، الشناوي يشارك في المران، فتحي يكتفي بتدريبات الاستشفاء، واللاعبون يسبحون عجلا للتفاؤل. المصر اليوم قالت الكاف بيحذر الأهلي من الشماريخ أمام الترجي. استر يا رب. ده تحذير لكل الجماهير اللي هتكون متواجده، وهنيجي في كلام مهم جدا للجمهور. ايضا جريده الشروق التونسيه، مجد التراوي مدرب المساعد للترجي بيقول جاهزون لموعد ذهاب نهائي ابطال افريقيا امام الاهلي، وسنسعى للتهديف في ملعب برج العرب. الشروق التونسيه، الترجي يتاهب لمعركه الاهلي. المؤدب يقود الوفد، والشعباني يريد الحسم في برج العرب. الشعباني ده المدير الفني اللي تولى المهمة خلفا للمدير الفني اللي تم الاستغناء عنه. كارتيرون بيؤكد مباراة الترجي 180 دقيقة، واللعب في برج العرب أو رادس لا يشغلني. وبيتكلم المدرب الفرنسي على أنه النهائي وفقا للي هو عارفه 180 دقيقة، كل 90 دقيقة لها استراتيجية معينة، لها خطة لعب معينة، لها طريقة معينة في التعامل معاها. فبيقول احنا بنتعامل مع ال 180 دقيقة مع بعض، فبالتالي ما عنديش فرق بين ان انا بلعب هنا او بلعب هناك. صحيح هنا هيكون في صالح ان انا عندي هذا الدعم الكبير من الجمهور، لكن في الاول وفي الاخر انا بتعامل مع النهائي قطعة واحدة. مؤكد هم 180 دقيقة. ايوه. وما فيش نتيجة مطمئنة في هذه المباراة. يعني ممكن يقول الـ2-0 او 3-0. أيوة. مفيش في النهائيات يا استاذ ابراهيم هم نتيجه ال 180 دقيقه. نتيجه ال 180 دقيقه. طيب الاهلي عنده بمناسبه كارتيرون على موعد مع التاريخ، لانه باذن الله تعالى لو ربنا اراد وكسبنا البطوله هيكون واحد من المدربين القلائل، عايزه احصاء، اللي فاز بالبطوله مع اكتر من نادي. انما شوف اهتمام الكاب بالمباراه كيف تناولها يا استاذ ابراهيم، يعني سماها الفزع والرعب. أيوة. يعني اول مره هذا التعبير
لتقارب المستوى، ولان دي كلاسيكو يعني لقاء. فموقع الكاف اهو الفاينل، الكاف تحدث عن المباراه قال لك نهائي الفزع والرعب زي ما انتم شايفينه في انفوجراف عن هذا النهائي المهم جدا. نشوف في هذا الفيديو موقع الكاف يعرض انفوجراف عن نهائي الفزع والرعب، واسال المهندس عادل بعديها ليه فزع ومن ايه رعب. طب انا عايز اسالك قبليه، يعني ايه انفوجراف؟ اللي هو الرسم. اقول لك الرسم الصحفي بين الفصل. نشوف دلوقتي الانفوجراف للكاف عن نهائي الفزع والرعب. طب لا ولا اقول لك يا استاذ ابراهيم شرح لي ايه انفو من انفورميشن بالظبط، جراف الجرافيك صوره المعلومات، فصوره المعلومات في صوره رقميه بتتحط في مقارنات بالظبط، والعلم نور يدي لك هذا الشكل الحقيقه اللي بيلخص. وده على فكره يعني نقله شويه معلوماتيه في الصحافه. طبعا انك انت تقدر تاخد اكبر كميه من المعلومات بالذات المعلومات الرقميه في صورة واحدة، فيدي لك الشكل الكامل في الجرافيك على تغني عن المدلول الرقمي صفحات كاملة. يدي لك المدلول الرقمي بالظبط. الكاف تساءل من البطل؟ نشوف الصورة ديت في موقع الكاف وهو يتساءل مين البطل؟ وما جاوبش. طبعا ما جاوبش. ثم عرض في صورة أخرى مشوار الفرقتين بشكل تفصيلي لغاية لما وصلوا للفاينل. ده تغطية موقع الاتحاد الافريقي لهذه المباراة المهمة جدا اللي انا قلت لكم كارتيرون على موعد فيها مع التاريخ. مانويل جوزيه ضمن الالقاب ال21، الالقاب ال20 للاهلي في البطولات الافريقية كلها. بمناسبة كارتيرون هنشوف هو مين اللي عمل ال20 بطولة للنادي الاهلي. أول بطولة والرائد دايما لما يذكر يشكر، عليه رحمة الله الكابتن محمود الجوهري. الجيل الرائد اللي فتح الباب ده جيل البايونير أو الرائد اللي فعلا فتح الباب للأهلي إن هو يروح أفريقيا. بعد محاولات كتيرة بدأت مع الأهلي تقريبا من 76 في محاولات بسيطة للمشاركة الأفريقية، حتى تمكن في عام 81 من بلوغ الدور قبل النهائي. وصل لمواجهة جيت تيزي أوزو أو شبيبة القبائل الجزائري، لكن اغتيال الرئيس أنور السادات وقتها حال دون إكمال الأهلي للبطولة عشان يخرج أو يبعد وهو في الدور قبل النهائي. لكن كان خلاص خد الخبرة الأفريقية الكافية، تعرف على الأدغال بشكل جيد جدا، دخل البطولة اللي بعديها كابتن محمود كان الجوهري. النادي الأهلي السنة دي في أعظم حالاته الفنية، صحيح بدينه كسبها بعديها تاني سنة على طول، تاني سنة على طول في 82. الكابتن محمود الجوهري بيقود جيل كبير جدا كان فيه كابتن محمود الخطيب، وهو الخطيب بالمناسبة حتى الآن هداف الأهلي في البطولات الأفريقية، وال37 هدف اللي سجلهم في البطولات الأفريقية فضلوا لغاية قبل يمكن 3-4 سنوات في 2012 تم كسر الرقم، لكن ظل رقم 37 هدف هو الرقم القياسي الصامد لهداف البطولات الأفريقية بين عموم القارة السمراء. كابتن محمود الجوهري حقق البطولة الأولى في 82. ممكن أسمع لك؟ اتفضل. الجوهري خد لقبين. السايس خد لقب. كابتن طه خد لقب. أيوه. أنور سلامة خد لقب. أيوه. مانو جوسيه خد 8 ألقاب. كويس. محمد يوسف لقبين، وحسام البدري لقبين، وجريده لقب، أدي ال20 لقب. الله. صح ولا غلط؟ وفايسة. الافرو اسيوي وفايسا، نسيت فايسا الافرو اسيوي اللي الناس ماسكينها لنا كانه في البطوله فايسا والان هاريس ابطال الكؤوس خد حاجه؟ خد ابطال الكؤوس في 93. طيب يبقى انا يعني ايه
كده طيب هنقولها بالسنوات كده 90% هنقولها لا لا اكتر من 90 بالسنين انا يعني اه طبعا لا جبت اكتر من 90 82 الكابتن محمود الجوهري الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا وهتستمتعوا بلقطات واهداف للاهلي في المشوار الافريقي اللي وصله ان هو يكون نادي القرن في القاره 82 دوري ابطال افريقيا بقياده الكابتن محمود الجوهري 84 الكابتن محمود السادس عليه رحمه الله يفوز مع الاهلي بابطال الكؤوس البطوله اللي كانت موجوده وقتها شارك الاهلي في ابطال الكؤوس السنه اللي بعدها عشان يحتفظ بلقبه في 85 قادوا فيها الكابتن محمود الجوهري في 86 الدكتور طه اسماعيل يقود الاهلي للفوز بابطال الكؤوس كابتن انور سلامه يفوز للاهلي في 87 ببطولة افريقيا للانديه ابطال الدوري اللي اتغيرت بعد كده بقت دوري الابطال. ديتريش فايسا في 89 يفوز مع الاهلي بالافرو اسيوي. الان هاريس الانجليزي يفوز في 93 بابطال الكؤوس. تدخل مرحله مانويل جوزيه المرحله الثريه الحقيقه في 2001 في اول موسم له مع النادي الاهلي يحقق مانويل جوزيه دوري ابطال افريقيا بالمسمى الجديد. السوبر أول لقب للأهلي في دوري الأبطال بالمسمى الجديد والنظام الجديد للبطولة مانويل جوزيه في 2001. السنة اللي بعديها على طول 2002 فاز بكأس السوبر الأفريقي. 2005 رجع مانويل جوزيه يقود المسيرة الذهبية المتوهجة. الأهلي يكسب دوري الأبطال في 2005 ويكسب كأس السوبر في 2006 وأيضا دوري الأبطال في 2006 وفي كأس السوبر الأفريقي 2007 ودوري الأبطال في 2008 دي كلها مرحلة مانويل جوزيه المتوهجة فيها 8 ألقاب. مانويل جوزيه ما كانش فقط مدرب لكن صنع جيل حتى من المدربين لأنه لما هنلاحظ أنه كل اللي اشتغلوا معاه خرج من عبايته حسام البدري خرج من عبايته محمد يوسف اللي اشتغل معاه لفترة علشان هم كمان يكملوا المسيرة فنلاقي حسام البدري بيفوز مع الأهلي بدوري الأبطال في 2012 وبيفوز بكأس السوبر في 2013 ويجي محمد يوسف يفوز كمدير فني للأهلي بدور الأبطال 2013 وكأس السوبر 2014 وما ننساش الراجل اللي اتجنن معجون عماد متعب وتقريبا يعني انفجر حصلت له لحظة انفجار بجون عماد متعب الأرجنتيني خوان كارلوس جاريدو الأسباني خوان كارلوس جاريدو اللي دلوقتي المدرب الأسباني جريدو بيقود الرجاء البيضاوي المغربي يعني هو راخر على موعد مع التتويج في مواجهة فيتا كلاب الكونغولي في الكونفدرالية وكأنه جريدو مرهوب بتاع الكونفدرالية عنده خبرة الكونفدرالية دي خريطة هؤلاء المدربين الكبار اللي حققوا مع الأهلي هذا الإنجاز الكبير اللي قادوا أنه يكون نادي القرن ويواصل صدارة التصنيف الافريقي حتى الان بتفوق كبير جدا، لكن الحقيقه يا باشمهندس انت عايز تعلق على دور المدرب، اتفضل. مؤكد مؤكد ان دور المدرب مهم جدا. ولكن ايضا المناخ العام. ايوه. لما تيجي تشوف البطولات بتاعت الاهلي ها؟ هتجد ان في العشر سنوات في الالفيه ايوه من 2002 من 2000 من سنه 2000 وانت طالع كده ايوه يسقط منك 3 سنوات والباقي كله بطولات الباقي كله بطولات لما المناخ اتظبط لعيبه مع اداره مع جماهير مع مدرب عبقري مع مساعدين وقتها على اعلى مستوى تحولوا الى مدربين كبار يكسبوا البطولات ويحققوا الارقام مع النادي الاهلي المناخ كله كان مفرزا لهذه النجاحات واللي فضل الاهلي يستمد من هذا الرصيد حتى في السنوات العجاب بتاعت كرة القدم اللي توقفت فيها إبان الفترة بعد الثورة يعني من 2011 وانت طالع كده كان الأهلي مفيش دوري وبيكسب البطولة ده كله سحبا من وتراكمات فنية ونفسية عاشها النادي الأهلي النادي الأهلي يهيئ نفس المناخ ونفس الظروف لكارتيرون وكابتن محمد يوسف الذي سبق له الفوز بهذه البطولة مدربا مديرا فنيا نتمنى أن تتحقق البطولة عشان كارتيرون أيضا يحطها في سجله
كأول مدرب فرنسي يفوز ببطولة في مصر. وطبعا يعني المتاعب الكتيرة اللي الفرق بتواجهها في أفريقيا بالذات، لأنه الحقيقة دور المدرب في بطولة بتمتد بين موسمين لازم ناخد بالنا منه. البطولة الأفريقية بالنظام اللي بتقام بيه بتربط موسمين محليين ببعض، فبيبان دور المدرب كبير جدا في اختيار القائمة الأولانية ثم في الحفاظ عليها مع معاناة التبديلات اللي بتحصل. مانويل جوزيه في 2001، بصوا اللقطة ديت، اللقطة دي يا باشمهندس، جون سيد عبد الحفيظ في الترجي في الدور قبل النهائي، أتذكر ليها ذكرى. كنت بتفرج أنا والصديقي العزيز خالد توحيد في قهوة في شارع فيصل، والماتش متكهرب. أنا فاكر ساعة لما الكرة دي دخلت في اللحظة دي تقريبا لمسنا السقف احنا الاثنين في القفزة، لأنه جون غريب. بص، ما تتوقعش ان سيد هيشوط من هنا، بص وفير ستايل وتروح من مرة واحدة. لقيت محمد سرحان صديقنا العزيز من تونس بيعيط في التليفون، يعني عارف لحظة الانفجار اللي زي جريده. انت المسألة صعبة جدا، وفجأة سيد من مسافة بعيدة جدا ومحدش يتوقع. كورباج رائع يعني. من الاهداف التاريخية. ده الترجي اللي ذكريات الاهلي فيه دايما كبيرة جدا. اهي. ما هو دليل ثقة في النفس برضه يا استاذ ابراهيم. اما اجي لي انا كورة وانا لعيب عارف ان دي ادواتي وانا امتلكها واجرب ان انا اشوط الكورة كده وربنا وفقني فيها، ده دليل هو ما لعبهاش اعتباطا يعني، هو يعنيها. ده الاهلي والترجي، كان اعتقد كان شكر الراعي شكر الوعر. هو الترجي الحقيقه يعني مواجهاته مع الاهلي فيها اثاره كبيره قوي جدا. دي 2007 محمد فريق كبير أبو تريكة. كبير محترم. هو الثاني في الترتيب بعد النادي الاهلي في سياق الترتيب الافريقي يعني. صحيح. طيب، تتويجات الاهلي القاريه يا جماعه حطته في مكانه عالميه كبيره جدا. يعني لو قلنا العظماء السبعه، العظماء السبعه يا باشمهندس حول العالم، شوفوا في الدنيا كلها، مش في الكوره بس، مش في افريقيا بس، احنا بنتكلم على مستوى العالم. دول العظماء السبعه تانيهم الاهلي. متخيلين قيمه النادي الاهلي الذي يعني من الطبيعي ان يشرب به كل مصري وكل عربي وكل افريقي. الاهلي يناطح ويزاحم عتاوله العالم وعظماء الكره في العالم. ريال مدريد الاسباني عنده 25 لقب قاري، الاهلي في الترتيب الثاني عنده 20 لقب قاري. وميلان عنده دول العظماء السبعه 15. دول سبعه، ده زي الفيلم بتاع العظماء السبعه ده. وبوكا جونيور الارجنتيني عنده 18، اي سي ميلان 18، وبوكا جونيور 18، ثلاثه انديه الارجنتيني 18، برشلونه 17، ساو باولو البرازيلي 13. اذا اهميه 12. البطوله دي 12 ولا 13؟ 12. بص، اهميه البطوله بتاعت السنه دي ان هتوسع الفارق بينك وبين اللي تحتيه، مش بس تقربك من المقدمه، لانه بوكا جونيور كمان بيلعب نهائي قاري. يعني مهم جدا. يا رب يا رب يكمل يا رب. دول العظماء السبعه اللي لازم كل اهلاوي يفخر وهو شايف النادي الاهلي رقم اثنين بعد ريال مدريد. شوفوا بينه وبين برشلونه وبينه وبين بوكا جونيور وبينه وبين ميلان. ميلان لما تم تجريده من اللقب استأذن الاهلي وقتها انه يكمل الموسم، والاكثر تتويجا على العالم موجوده العلامه بتاعته لما الاهلي تجاوزه. لما الاهلي تجاوزه، بصوا الناس المتحضره جدا، هو شايف انه هيكمل السنه بالملابس بتاعته عليها الاكثر تتويجا في العالم اللي خلاص فقدها، فهو فقدها، فبيحتفظ للاهلي بحقه الادبي والتسويقي، فبيستاذن انه يكمل الموسم بالملابس اللي عليها الاكثر تتويجا. هي دي قيمه هذا الانجاز الكبير جدا، وهو ده اللي بيخلي كل عشاق النادي الاهلي يطمحون بقوه لتحقيق لقب غالي جدا ابتداء من بكره ان شاء الله. عايز اناقش مع حضرتك ماذا
تتوقع من تشكيل؟ ماذا عن دور الجماهير؟ ماذا عن ترتيبات الأمن لاستقبال الجماهير؟ كلام مهم جدا بعد الفاصل. بكرة إن شاء الله. زي ما شفنا مسيرة المدربين الكبار اللي كان ليهم بصمة في فوز الأهلي بالبطولات العشرين القارية، أيضا كباتن الفريق الكابتن في النهاية هو اللي بيختزل اللقطة كلها ويرفع الكاس. ويرفع الكاس طبعا. في لحظة التتويج لحظة دايما وأبدا بتحفظها كل الذاكرة. حسام عاشور كابتن الأهلي اللي بإذن الله تعالى يكون له حظ في رفع الأميرة في مباراة العودة إن شاء الله في تونس. موقع الكاف عمل مقارنة بين حسام عاشور وفوسيني كوليبالي لاعب الترجي على مستوى أداء كل منهم وعدد مشاركات وتاريخ كل منهم. هنشوف هذا دي صورة ده انفو برضو ده الانفوجراف من الكاف على موقعه لحسام عاشور كابتن الأهلي وقائده. فوسيني كوليبالي لعب خط الوسط، يعني الاثنين في مواجهه واحده برضو في ارض الملعب. هو الكاف بس عاشور ما سجلش وفوسيني سجل هدف. الكاف عامل مقارنه بين اكتر من لاعب الترجي والاهلي في نفس المكان، وادي التمريرات اللي بينهم، وعمل مقارنه كمان بين اسلام محارب وانيس البدري بنفس الداتا الرقميه. اذا الكاف يتنبا بان اسلام هيكون في التشكيل من خلال المساعدات والاهداف والمتابعه، دور كل واحد فيهم والباص السليم او التمريرات السليمه. يعني هنا الكفه ترجح انيس البدري ب 79% بينما اسلام 70%. ايضا قارنوا بين وليد سليمان النجم الابرز للاهلي في هذه المرحله مع يوسف البليلي لاعب الترجي. الكف المرة دي لصالح وليد سليمان 76 ل 73% 75 و73. عرض الكاف كمان موقف أو أرقام الفريقين في الوقت الحالي والأهداف والتسديدات على المرمى. تقارب شديد يا إبراهيم، تلاحظ الإنفو بيقول إن في تقارب شديد. طيب نجوم الأهلي بقى في كل الأجيال دايما وأبدا ليهم تأثير كبير جدا. واحد من نجوم الأهلي اللي كان ليهم بصمة في المشوار الأفريقي أيضا مع مانويل جوزيه، وأعتقد ما حدش يقدر ينساه في 6-1، لكن كان له بصماته الأفريقية الكبيرة في صن داونز وكايزر تشيفز، كابتن خالد بيبو. كابتن خالد أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن إبراهيم، أنا سعيد جدا أنا موجود معاكم، واحس ان المكالمه دي اتاخرت قوي، كان لازم ابقى عامل مكالمه معاك. حبيبي واستاذي طبعا اسمعني سعد القيعي واستاذ ابراهيم، انا يعني بحبكم جدا وسعيد جدا ان انا اكون ضيف على الهواء معاكم في برنامج اللي مصر كلها بتتابعه والاهلاويه كلها بيحبوه وبيعشقوه. يعني ربنا يخليك يا كابتن. ما كانش ينفع واحنا بنجيب ابرز نجوم القارات الافريقيه وما نجيبش صاحب الارقام القياسيه في الـ انت جبت كام جون في البطولتين يا خالد، يا كابتن خالد؟ والله انا البطوله دي جبت حوالي 11 جون. والله طبعا يعني ايه، انا بالنسبه لي الثلاث اهداف بتوع النهائي دول ليهم مزاج خاص. يعني البطوله دي يعني الحمد لله انا كنت يعني الهداف الفريق فيها وجبت جوان صعبة جدا، وكانت الامور بالنسبة لنا يعني كانت مهمة جدا في البطولة دي. انا يعني بعتز قوي بالثلاث اهداف بتوع النهائي، لان الحمد لله يعتبر رقم كويس ان انا اجيب ثلاث اهداف في مباراة نهائية وسط جمهور النادي الاهلي. اللي انا من خلال المكالمة دي بقول للعيبة النادي الاهلي فرصة، كل واحد بيجيله فرصة ما تضيعهاش. ده جون عبقري اهو قدامنا اهو. ايه العبقريه دي؟ بقول لك ايه، انت مش جاهز ولا اخبارك ايه؟ انا بفكر والله بفكر. لا بجد، بس هي عبقريه وليد صلاح الدين صراحه. يعني صحيح اللي انا بقول دايما عليه ان هو عنده اربع عيون،
صحيح. تفتقد الكره المصريه بشكل خاص في الفتره الحاليه، لان وليد من يعني اللعيبه اللي يتمناها اي فريق واي مدرب في الدنيا. صحيح. اللعيب اللي بيلاعب الفرقه كلها وما بيدورش على نفسه طول الوقت. وليد كان ممكن يبقى ادي كده 10 مرات، بس كان دايما بيفكر في كل الفرقه. فعشان كده وليد بالنسبه لي انا شخصيا كان واحد من يعني واحد من امتع الناس اللي انا لعبت معاهم في حياتي. دي حاجه مهمه جدا. طبعا الاهداف زي ما يعني زي قدام، الحمد لله يعني ربنا كرمني واداني حاجه يفضل جمهور النادي الاهلي كله يفتكرها. عشان كده بقول للعيبه النادي الاهلي، انتوا وصلتوا يعني لاصعب مرحله. المرحله دي محتاجه شديد جدا، محتاجه ان انت تفكر بشكل كبير، ان جمهور النادي الاهلي يعني اللي بيقف معاه ما بينساهوش. صحيح. ما بينساهوش جمهور النادي الاهلي، ما بينساش كل يعني اي حاجه بتعملها جوه النادي الاهلي. وانت موجود دلوقتي وحاطط بند النادي الاهلي على صدرك، لازم تبقى عارف ان انت شايل مسؤوليه كبيره جدا 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 جدا. انت قاعد دلوقتي في المعسكر وعندك مباراه بكره، والناس كلها بتحلم بالمباراه دي، والناس كلها بتتخيلها. فلازم تبقى عارف وتفكر كويس قوي ان جمهور الاهلي كمان يستحق ان انت ما ينفعش لحظه صهيانه في الماتش تركيز 90 دقيقه. ها ما ينفعش، لازم يستحق منك التركيز ده، يستحق منك ان انت يعني زي ما بيقولوا ايه، تقفل كل حاجه في حياتك ال 24 ساعه دول لغايه اما يعني تبسط الجمهور ده، اللي فعلا الجمهور ده يعني يستاهل ان كل لعيبه النادي الاهلي دلوقتي يعني يبقوا مركزين. وكمان النقطه المهمه جدا ان الجمهور ده فعلا فعلا هو رقم واحد في النادي الاهلي. انا هقول لك حاجه، بص يا خالد والنبي وانت معانا، دي رساله لكل الناس وللعيبه ولكل الحياه. دي لقطات اتصورت لجماهير الاهلي وهي نايمه قدام استاد اسكندريه قبل التذاكر بيوم، يعني باتوا الليله في الشارع واخدين معاهم بطاطين، واخدين بطاطين عشان مستنيين فتح منافذ توزيع التذاكر. صحيح. يعني يا ريت يا شوارب مزيد من الصور، لانه ده زي ما خالد قال فعلا ده القوه الحقيقيه للنادي الاهلي. بص تضحيه الناس وتعبها، ده العنصر النبيل قوي في كره القدم. مؤكد مؤكد. الناس ديت نايمه في الشارع عشان تدفع فلوس. دي المتعه. متعه لعيبه النادي الاهلي وبعدهم جمهور. جمهور النادي الاهلي ده هو طعم الكره الحقيقي. هو الجايزه اللي انت بتاخدها وهتفضل معاك طول العمر. انا بطل كره بقالي 10 سنين. ايوه. لازم الناس تبقى بتفكر في الكلام ده كويس جدا. يعني الناس بتقابلك في الشارع يعني انا عايز نقطه بس يا ريت الناس تفهمها واللعيبه تفهمها. ايوه. الناس بتحب لعيب الكوره عشان هو لعب في النادي الاهلي. ايوه. مش عشان هو لعيب كويس. بالظبط. مر عليه لعيب، مر عليه كتير جدا. ايوه. ومصر مر عليها لعيبه كتير جدا. انما في الاخر اللي بيشيل اسم النادي الاهلي هو بيزيد من مستواه 150%. فلازم تبقى الناس عارفه وفاهمه هي بتحبك عشان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، مش بتحبك عشان انت لعيب كويس. بالظبط. كويسين كتير. انما انت عشان بتلعب باسم النادي الاهلي فالناس دي سايلاك جوه عينيها. وحطاك في قلبك. انا هقول لك سر بقى. على الكلام ده. هقول لك سر. ليله ماتش كايزر تشيفز. كنا عازمين الجهاز الفني والبعثه الرسميه يعني على العشاء. في احد يعني المراكب النهريه او المطاعم النهريه. ايوه. جت قعدتي جنب المدرب التركي اسمه اورتيجال. اورتيجال. محسن اورتيجال. ايوه. فبتكلم معاه عن المباراه، قال لي اسمع، انا اللي مش هينايمني النهارده لعيب واحد بس في النادي الاهلي. مين يا عم؟ قال لي اللعيب اللي اسمه بيبو. خالد بيبو. قال لي اللعيب ده لو عندي كان قلبه حاسس. والله بيقول لي اللعيب ده لو عندي انا كنت لعبته بطريقه تانية، وكنت ابقى نازل وحاطط في بطني ما معناه بطيخه صيفي. فانت نزلت جبت جولين في ال انا جبت جول الاولاني وعملت الجول الثاني لحسام، وحسام غالي. الكره اللي حطها زيد دي كان جول حلو جدا يعني.
بس يعني انت كنت بتقتل الاكل اللذيذ قوي يعني بسلاسه شديده وسهل الممتنع. ده ماتش الزمالك السوبر هاتريك ده كورته عامله ازاي؟ كورته تبلك مش ممكن يعني الراجل ده بيلعب القتل اللذيذ بيحطها يعني بعينيه يعني بيشاور لها. انا كان عندي حمايه جمهور النادي الاهلي كنت بلعب وانا مطمئن صحيح والحمايه جمهور النادي الاهلي لازم يلعب وهو مطمئن لازم ايه الكلام الكبير ده يا بيبو صحيح عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في امكانيات ما يتهزش مهما الناس تحاول تهز فيك وتوقع فيك وتهمد فيك اوعى تهمد انت معاك جمهور بياكل الزلط وتاريخك اهو بيتكتب بدليل اللي احنا شايفينه دلوقتي منك عادي يا باشمهندس بقول لك انت لما جيت معانا في اليابان لما جيت كاعلامي بقى مانو جيسي خلاك انهارت في العياط كانت فتره صعبه ده كان يوم مش طبيعي فيا رب تيجي معانا تاني ده انا قعدت فتره طويله الامارات بقى ساكت فيه انا معاكم بس خدوني معاكم قعدت كتير بعديها يا رب نروح ان شاء الله على حسابنا يعني يا رب يا رب يا رب والله كانت التجربه بالنسبه لي كانت مهمه جدا وبص انا عايز اقول لنا حاجه اللي يرتبط باسمه باسم النادي الاهلي ده لازم يبقى عارف ان ربنا انعمه بنعم كبيره جدا انا خلي بالك ما بقولش الكلام ده نفاق ولا رياء الناس عارفاني كويس جدا دي نعمه كبيره وجودك في النادي الاهلي نعمه اوعى تضيعها باي حاجه في الدنيا مفيش اي حاجه في الدنيا هتعوضك عن ان الناس دي تحبك وعن ان انت تبقى واحد من نجوم النادي الاهلي او واحد من اللي مشوا جنب النادي الاهلي الجماهير شفت الصوره الناس بتموت نفسها صحيح عشان بتحب النادي أي. النادي مش بتاخد اي حاجه ده هتدفع فلوس ونايمه طول الليل عشان تشجعك تاني في الشارع الجمهور واخد بطاطين في عز الثلج يعني طبعا في اسكندريه يا رب لا تخزن طب قول لي يا خالد كده وانا الحقيقه بستمتع بتحليلاتك لانه قد كده انت ووليد صلاح بالذات لما بتحللوا بالاحساس بتاع الملعب وكانه انتوا لسه لابسين الفانيلا والشورت ده الجمهور اللي نايم في الشارع الحقيقه شايف مباراه بكره ازاي بعين خالد بيبو لا بص احنا يعني الحمد لله طول عمرنا مهما كان الظروف يعني معانا او ضدنا احنا في المباريات الكتيره بصراحه بتلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها ابطال ايوه كل فتره من الفترات بتلاقي واحد نجمه طالع ودي أيوه. ميزه النادي الاهلي بص هي مالهاش حسبه انت ما بتعرفش الحسبه دي جت منين مين اللي طلع تلاقي وليد سليمان دلوقتي انا لسه شايف انت الارقام بتاعته ارقام ممتازه وهو فايق جدا وفي احسن حاله بالنسبه له ودي رساله لكل الناس يا جماعه مش بالسن بالاداء وبالعطاء بالظبط النادي الاهلي عنده ميزات كويسه جدا ولازم يشتغل عليها بكره ولازم بكره النادي الاهلي يشتغل على ميزه مهمه جدا هو بيقدر يعملها ولما بيعملها النادي الاهلي بيفوق هي الضغط لو النادي الاهلي عمل الضغط والله انت قلت كلمه سحريه الماتش اللي الاهلي بيتقن الضغط الجماعي والتوقيت السليم الماتش بالنسبه له بيبقى سهل بتفرق جدا مع النادي الاهلي طول عمر ان احنا بنقول ان اتعلمنا وتربينا ان اي فرقه بتلعبك في اول ربع ساعه اللي ما تخططش يبقى انت خسرت الماتش طيب اي فرقه بتلعب في اول ربع ساعه او نمره واحد في اساليب الخطه دي في القصر هي الضغط الحمد لله احنا عندنا لعيبه تقدر تعمل الكلام ده لانه عندهم سرعات في الناحيه الاماميه اقدر لو خطفت وضغطت بشكل كويس اقدر ان انا اخلص المباراه من البدايه ان شاء الله يا بيبو نفرح ونتبادل التهاني بعد المباراه ان شاء الله ان شاء الله وتبقى المداخله الجايه تقول لنا اسباب الفوز ايه باذن الله يا رب ان شاء الله فرصه لل 11 اللي هيلعبوا بكره يا انت بتحفر اسمك في قلوب الاهلاويه ما تضيعهاش دي وصيه غاليه جدا من نجم حفر اسمه في وجدان كل الاهلاويه الحياه ومحدش هينسى خالد بيبو باهدافه باخلاقه بانتمائه بوفائه بقيمة بيبو الأهلاوية الكبيرة شكرا جزيلا يا كابتن خالد الفرقتين يا كابتن يا أستاذ إبراهيم متأثر أنا بمكالمة خالد أنت فاكر أبو عيط ليه؟ إحنا كنا في قاعة المؤتمر الصحفي ومانويل جوزيه كان خالد بيبو بطل يا جماعة وجاي مسافر معانا بصفته الإعلامية اشتغل في قناة الأهلي فرايح الراجل
مراسل للقناة علشان يشارك في التغطية من هناك 2008. مانويل جوزيه خالد موجود معانا في صف الإعلاميين، ومانويل جوزيه المدير الفني هيتكلم في المؤتمر بتاعه قبل بداية البطولة. ففاجئ الكل وقال، اعتقد لو انا اتذكر انه في 2008 من 10 سنين. لا انت ماشي لحد دلوقتي صح، انا كنت قاعد جنبه. ايوه قال، بيقول للصحفيين الاجانب في المؤتمر، هو بيتكلم على الاهلي، خلص كلامه على الاهلي، قال بس انا هستاذنكم، انا بتكلمكم على لاعب صاحب فضل عليا كده، ساهم بكتير بجهد كبير جدا بموهبته في انه يصنع مجد انا شاركت فيه وانجاز انا حققته، فده كان اللاعب المفضل بالنسبه لي، كنت اتمنى انه يفضل موجود لسه في الملعب. ده طلب ايه من الحضري؟ دلوقتي هو موجود في وسطيكوا كصحفي، فبتمنى له النجاح. ده طلب منهم، قال لهم لو سمحتوا عايزين نحييه كلنا. ايوه في مؤتمر مفيش مجال للحديث عن 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 شخص. حاجه غير الفرقتين بالظبط. واذا بخالد بيبو ينهار بيعيط بينهنها، وفضل يعيط لحد ما وصلنا في اللوكاندا. طب خد دي، احنا مش رحنا اللوكاندا، بس احنا رحنا اللوكاندا فقلت له، وصلت اوضته وقلت له اهدى شويه كده وتعالى لي الاوضه، عايز اعمل لك حديث للمجله. ايوه واخد بالك، عندك شاي؟ قلت له اه. قال لي طب خلاص هاجي اشرب شاي. راح بيبو على اساس ان هو ارتاح شويه في الاوضه ساعه وجالي. عملت الشاي ومسكت الورق، ايه خالد ايه اللحظه دي؟ انهار اكتر من الاول. بقول لك فضل يعيط. لا احنا مش هنتكلم. ده كابتن طارق سليم بقى ياخده في حضنه بالظبط. انا فاكر رحمه الله عليه يقول لي انا مش مصدق، انا مش قادر اصدق التكريم اللي انا فيه. ولا 100 ماتش اعتزال اللي حصل لي النهارده في كاس العالم للانديه في مؤتمر صحفي العالم. الاجانب كلهم متجهين له. مين ده اللي مانويل جوزيه بيتكلم عليه الكلام ده؟ الحقيقه يستحقها، وشخص عظيم ولاعب ادالنا الكوره بالسهل الممتنع، هو اقرب نموذج بس على اسهل كمان. أيوة. من محمد رمضان بالظبط، يجيبوا جون سهل كده يسهلوا لك اللعبه. بالزبط. اكن كره القدم لعبه سهله جدا. قال كمان يعني جمله مهمه خالد بيبو لكل اللعيبه، خدوا بالكوا الجمهور بيحبك عشان انت بتلعب بفنله النادي الاهلي، مش عشان انت لعيب كويس. انت لعيب كويس لو موجود في اي نادي تاني الجمهور هيحترمك او هيقدرك، بس مش هيهتم بيك. الجمهور جمهور الاهلي بيهتم بيك وبيحبك وبيقدرك وبيعزك وبيتعب وبينام في الشارع وهو عايز يدفع فلوس. خدوا بالكم الناس الشباب دول نايمين في الشارع في اسكندريه مستنيين واحد ياخد منهم فلوس، مش واحد يديهم فلوس. هقول لك شفتوا تمن حب بهذا الشكل. يوم ماتش الفاينل بتاع كايزر تشيفز كان بقى بدايه حاله الجبن بتاعتي انا بتاع مع المباريات. فقلت مش هحضر الماتش ده. الاستاد، فرحت سينما في مول جنب الاستاد. ايوه ودخلت السينما، قلت اخرج الاقي الماتش خلص. ايوه وخارج لقيت الناس ساكته. يا نهار ابيض. وبعدين فانا ماشي كده فراح واحد عامل لي ايه؟ أربعة. قلت له أربعة كسبانين. عملت سبرنت جريت على رجلي لحد ما وصلت للاستاد وقلت احضر لحظة التتويج. ودخلت آخر دقيقتين في المباراة وقدرت احصل هذه اللحظة. طيب بس احنا اتكلمنا. انت مش ملاحظ حاجة؟ يعني في مقارنة قدامي بين الاهلي والترجي وموقفهم في الدوري، وكيف ان الفرقتين بيدفعوا ثمن المشاركه الافريقيه. بالظبط. الترجي بسبب مشاركاته وتاهله الدوري التونسي اتلعب فيه 6 اسابيع، يعني كل الانديه لعبت 6 اسابيع، الترجي لعب 4 مباريات فقط، فمتاجل له مباراتين، لكن ترتيبه تاخر للثامن في عنده 7 نقاط فقط، لعب 4، فاز في 2، اتعادل في 1، خسر 1، سجل 5 تجوان، جه فيه 3 اهداف، عنده 7 نقاط او 8 نقاط ويحتل، عنده 7 نقاط يحتل المركز الثامن. ده الترجي الرياضي. الاهلي نفس المشكله في كثره المؤجلات. الدوري المصري
في اقصى 12 اسبوع دلوقتي 11 اسبوع 12 النهارده 12 الاهلي لعب 6 فقط يعني نص العدد اللي بقيه الناس لعبته فالاهلي بالطبيعه متاخر للترتيب ل 12 عنده 11 نقطه من الست مباريات فاز في 3 مباريات اتعادل في مباراتين وخسر مباراه سجل 9 اهداف واستقبل 5 اهداف ده الموقف في الدوري حاليا كيف يفكر مدرب زي كارتيرون والمدرب الثاني الشعباني الاثنين المفارقه الغريبه انه الترجي بيتماسك في برج العرب والاهلي بيتفوق في رادس دي مفارقه الحقيقه محتاجه تفسير فني كيف تتخلى الارض عن اصحابها وتنحاز للضيف هل هي المساله تتعلق بمشاعر دافئه في المدرجات لا تشعر الضيف انه بره الارض ولا المسائل التكتيكيه بتختلف لا ينبئك قدر خبير ومدرب معنا على الهاتف الكابتن حماده صدقي كابتن حماده اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ ابراهيم وحشني جدا وحشني كتير يا كابتن حبيبي طبعا وحشنا والله انت وحشنا كتير يا كابتن ازيك يا نجم كرة السلة؟ ده اللي عارف اللي فيها كان بيلعب منتخب مصر الناشئين أيوة. في كرة السلة صحيح انت محدش هيعرف ده هو ده بلي ميكر لعبك هو يعني جسمه يقول ان هو صانع لعب سلة كويس بلي ميكر صحيح بالظبط صحيح قول لك كابتن شايف مباراة بكرة ازاي؟ شايفها صعبة صعبة جدا طبعا صعبة يعني بص يعني لازم نشيل حسابات الماضي بالنبي نشيل حسابات ماتش الترجي اللي كان من فتره اللي هو اتعادلوا هنا ورحنا كسبنا هناك بالظبط الدوافع اختلفت والامور اختلفت تماما والحاله نفسها بتاعت الاهلي وحاله الترجي اختلفت طبعا مستر كارتيرون في الفتره اللي فاتت شفنا المستوى في الدوري البطوله العربيه المستوى مش هو ده هو في حسبه ثانيه بيحسبها طبعا حته ازاي اوصل للمباراه النهائيه بالمجموعه كلها الاساسيه الموجوده معايا تبقى متواجده في الحدث الاكبر يعني ده انا شايف تفكير مستر كاترون في حته الروتيشن والتغييرات والحاجات ديت ازاي يوصل بس بنأمل طبعا اللعيبه اللي راجعه من الاصابه تبقى ان شاء الله كملت فنيا وبدنيا تبقى جاهزه للقاء مباراه صعبه جدا جدا وانا شايف المباراه ان شاء الله تخلص في مصر في برج العرب مش هنستنى الماتش اللي هناك يعني نقول لا احنا اصل احنا حظنا هناك عامل ازاي انا مش بقتنعش كده خالص انا بقتنع بالواقعيه اللي انا عندي العوامل الايجابيه كتير عندي موجوده الملعب والجمهور أيوة. ملعبي هستغله لازم استغله احسن استغلال ايوه واخلص ان شاء الله بحاجه مريحه بالنسبه لي عشان المباراه ان هي وضع الكاس في الاستاد بيبقى ليه وضع مختلف طبعا طبعا التاريخ بيقول الاهلي عمل حاجات كتيره قبل كده وعمل شغل كتير جدا في رادس لكن ده ملوش علاقه بالواقع لا بالواقع لا لازم نعتبر ان دي اول مره نقابل الترجي والماتش اللي فات بتاع الوصل فيه ثلاثه مهاجمين قريبين قوي من ثلاثه مهاجمين بتوع ترجي البلايلي وانيس واللعيبه كويسه جدا السرعات اللي قدام هم اللي بيعملوا الشكل عنده سنتر اقوياء جدا كولوبالي والراجل برضو الافريقي اللي جنبيه اثنين اقوياء جدا الوضع اختلف يعني لازم طبعا الحسابات تبقى مختلفه في الماتش دوت بشكل كبير جدا ازاي اكسب في ماتش مكسب مريح ان شاء الله. في لعيبه معينه تتوقع تالقهم بكره؟ يعني انا نفسي الاهلي كله يتالق. ان شاء الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نص الملعب يبقى واقف كويس ان شاء الله يبقى جاهز كله مكتمل مفيش اصابات عندنا الناس كلها جاهزه للقاء بشكل كويس جدا الاهلي لما بيلعب الكره الجماعيه الاستحواذ والحاجات الجميله بتاعت النادي الاهلي بيعمل مباراه كويسه اداء كويس ونتيجه. فالميزه بتاعت النادي الاهلي الضغط القوي الاستخلاص بسرعه تدوير الكوره الاستحواذ السرعات الاماميه تحرك وليد سليمان نجم النادي الاهلي طبعا بتاعت المجموعه اللي حواليه كان موجود اسلام محارب كان ازارو حمودي لما بيلعب حسام عاشور السوليه المجموعه كلها احمد فتحي ايمن اشرف تريف كولبالي سعد سمير الشناوي او شريف المجموعه كلها ان شاء الله تبقى الحاله بتاعتها كويسه عشان مباراه يعني بقالنا كتير ما خدناش بطوله افريقيا يمكن من 2013 صحيح ف
فمحتاجين طبعا المباراه دي، كل الناس محتاجه، الاهلاويه كلهم وجمهور مصر كله محتاج يشوف النادي الاهلي ثاني باذن الله في الامارات في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانت مدرب للمنتخب يا كابتن حماده، تستغرب واحد زي وليد وانت شايف وليد سليمان في افضل حالاته يبقى بعيد عن المنتخب؟ يا استاذ ابراهيم والله انا قلت الكلام دوت، مش الحاله مش مش مش, مش حاله وليد دلوقتي. السنه اللي فاتت قلت في اثنين انا كان لازم موجودين في المنتخب، نمره واحد وليد سليمان، نمره اثنين السليه. يمكن السليه اتصاب، لكن قلت وليد لازم كان متواجد مع مصر في كاس العالم. صحيح، اتظلم ده من ما انا والله مش دلوقتي، لو جبت اي حوار ليا او اي مداخلات او اي حاجه في قناه بحلل حاجه بتكلم على وليد من زمان. ان وليد لازم يتواجد في المنتخب. وليد اتظلم ما راحش كاس العالم مع منتخب مصر. نتمنى بكره ان شاء الله يقدم حاجه تسعد الجمهور هو وكل زمايله باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. الله نفرح بكره باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن حماده صدقي نجم دفاع منتخب مصر والنادي الاهلي السابق ومدرب منتخب الناشئين، وانا اعتقد رؤيه حماده صدقي كمان انه نفس اتفاق خالد بيبو، مزيد من الضغط، مزيد من الاستحواذ، تمرير سليم يحقق لك التفوق باذن الله ان شاء الله. لكن طيب دلوقتي الاهلي لعب 11 نهائي كسب منهم 8 بالظبط، دي نسبه عاليه في الفوز مقارنه بالترجي. لكن البطوله الاولى يا باشمهندس بطوله 82، ودي بطوله فيها كلام كتير جدا، تقريبا هي البطوله اللي اثرت الحواديت الصحفيه، قعدت الصحافه المصريه لفتره طويله جدا تتكلم على كوماسي، على الاشانتي، قبيله الاشانتي، على الغرائب والعجائب اللي فيها. حتى انه انا لما رحت حتى مع كابتن حماده صدقي 2008 لكوماسي عشان مشاركه منتخب مصر في الامم الافريقيه 2008 بقياده الكابتن حسن شحاته، كان كل همنا الحديث عن ذكريات كوتوكو والاشانتي. تعرف الكابتن صالح قال لي ايه على 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 المباراه بتاعه كوتوكو؟ هو يعني كان رئيس البعثه الكابتن صالح كان هناك رحمه الله عليه، قال لي فوجئوا ان رئيس الجمهوريه نزل بطياره هليكوبتر في دايره السنتر وحاله من الطوارئ اكنها موقعه حربيه. وبيقول يعني ربنا عالم احنا خرجنا من الملعب ازاي بعد المباراه. فالاجواء كانت صعبه جدا مش زي دلوقتي. عشان تشوفوا يعني الالقاب دي ما اتعملتش من فراغ، والعشرين لقب القاري ولقب نادي القرن في أفريقيا ما جاش بالساهل، أجيال ورا بعض تحملت الكثير جدا، بذلت كتير جدا من العرق والجهد وتحملت ضغوط غير طبيعية علشان نصل إلى مرحلة نادي القرن في أفريقيا اللي إخواننا عمالين يتكلموا فيه لغاية دلوقتي بعد 18 سنة من القرن الجديد. لكن الكابتن محمود الخطيب في برنامج حق الجماهير في التلفزيون المصري كان قد تذكر بعضا من معاناه جيل 81 او 82 وكل ما عاشوا في كوماسي، نفتكره. جمهور من ساعه ما نزلنا من الطياره في غانا والناس بيشاوروا لنا بايديهم ان احنا هنخسر 5. الناس مثلا ليله الماتش يوم الماتش الصبح الساعه حوالي 6 الصبح جه حوالي 10,000 واحد او اكتر حوالين الفندق اللي احنا نازلين فيه، الاوتيل اللي احنا قاعدين فيه، وجايبين كل واحد فيهم معاه حد التيم كده، هم ده طريقه تشجيعهم تقريبا، بيخبطوا عليهم، يصحونا طبعا كلنا من النوم من الساعه حوالي 6 الصبح. انتوا المفروض تناموا كويس؟ المفروض يعني مش نام، المفروض ما نصحاش بدري كده يعني. احنا عموما قبل الماتش بنبقى قلقانين ويعني معظمنا ما بينامش كويس، دي حاجه طبيعيه في لعيبه كوره يعني. لكن اللي عملوه هم كمان اولا قلقونا بدري قوي، وخلى اللعيبه بقى من بدري قوي بوتنشن يعني. بدري قوي بقوا عصبيين ونفسيا بقى مش كويسين وقلقانين يعني، حط على وتيره واحده كده مع بعض زي ما يكون حاجه منظمه يعني، واغاني معينه بما معناه ان احنا هنخسر 5 في يعني في اليوم دوت دوت في الصبح. فاحنا سيبنا الاوتيل حوالي الساعه 10:30، توجهنا لبيت احد الاصدقاء العرب اللي هناك وكان موجود في السفير المصري، اتغدينا هناك واستريحنا شويه، وبعدين المفروض نروح الملعب قبل الماتش، الماتشات الدوليه دي بالذات المفروض نروح قبل الماتش حوالي ساعه ساعه وربع، عشان في الحكم بيشوف الباسبورتات بتاعتنا، بيشوف
لازم يشوفوا وشوشنا وصورنا ويعني حاجات معينه للماتشات الدوليه الهامه اللي زي دي. رحنا فعلا قبل الماتش، وصلنا الاستاد قبل الماتش على باب الاستاد قبليه بحوالي ساعه وربع. هناك منعونا من الدخول قبل الماتش، منعونا من الدخول، وقفونا على باب الاستاد. الجمهور كله طبعا اتلف حوالينا، ما يعني مش حتى الناس اللي هو الامن يعني مشوهم، لا سابوهم فتلف حوالينا. نفس اللي عملوه الصبح برضو بالحديد اللي بيخبطوا بيه ده، خبطوا بيه، ابتدوا يخبطوا بايديهم بعلامه الخمس سجوال على الازاز بتاع العربيه. قعدوا كده بالظبط ساعه مش عايزين يدخلونا الملعب، الناس كلها، حتى ان هم جه فريق كوتوكو بعدينا، فاحنا يعني جابونا احنا على جنب شويه لغايه ما دخلوا كوتوكو، وهو لسه موجودين واحنا واقفين. فطبعا لما شفت المنظر دوت ولعبتنا ابتدوا بقى خافوا وشنا اصفار، مش يعني معظمنا طبعا، وبالذات الاولاد الصغيرين اللي فينا او اول مره يلعبوا في البطوله ديت ابتدوا هم يتأثروا بالفعل. طبعا مفيش شك، فابتدينا نردد بعد الاغاني بقى الوطنيه والله العظيم، وانت في الاوتوبيس العربيه علشان نبتدي ننسى بقى حتى الجو اللي حوالينا. يعني انت اللي بدات طبعا بالحكايه، يعني احنا ناس الكبار الكتير اللي بداوا بيها يعني لرفع المعنويات بقى. فيعني الحمد لله كان ليها، هي كانت بالظبط كده، كانت حاجه كده يعني. فعشان كده بقول الناس كانوا عايزين يكسبوا باي شكل من الاشكال يعني. اللعيبه ما كانوش كده، بالعكس ده هم خوفوا لعيبتهم، يمكن دي كمان كانت في مصلحتنا بعد كده. لان احنا بعد ما خلصنا من الموقف دوت بشويه حاجات وطنيه احنا رددناها، جينا بعد كده دخلنا الاستاد، فضل على الماتش بالظبط 10 دقائق، فلبسنا بسرعه قوي. واحنا حتى داخلين اوضه اللبس كان معانا واحد شيخ بيعلم الاسلام في غانا، وهناك بالمناسبه غانا فيها ناس مسلمين كتير قوي، واحنا بنأدي صلاه الظهر هناك، صلاه الجمعه. الحقيقه كان شعور غير عادي لما الواحد يخش الجامع يلاقي فيه الوفات يعني. شكل كان حلو قوي، والحمد لله يعني الواحد كل ما بيشوف الاسلام بينتشر بهذا الشكل تبقى حاجه ظريفه قوي. فده كان معانا في العربيه. لما شفنا الموقف بتاع الناس كده، هو تقدم الاول ودخل اوضه اللبس بتاعتنا، دخل بالظبط ثانيه ورجع ثاني قال ما حدش يخش اوضه اللبس. احنا اساسا مش ناقصين بقى يعني شد عصب يعني، فليه يا عم في ايه؟ قال لك في جوه مخدر لمده 3 ساعات. فطبعا قلقنا ثانيه، فقلنا بقى مفيش داعي نقلق اللعيبه، فقلنا نخش يا جماعه، وزي ما ربنا رايد باذن الله هيحصل يعني. طبعا هي دي الاجواء اللي كان بيعيشها. ده برنامج على فين بالمناسبه، كان اسمه على فين؟ في نادي النادي الاهلي متصور في ريال صالح. واعتقد ان هو الاهداف بتاعه المباراه دي عندنا هنشوفها. يعني يا ريت نشوفها دلوقتي قبل ما نروح بقى. هي الاهداف اهي دي. بدايه الاجواء حتى في استاد اسمه بابا يارا في الكوماسي. كوماسي دي تبعد عن اكرى العاصمه 5 ساعات. سافر لها في طريق في الغابات، احنا سافرناها في 2008 في اتوبيس. كان وفد صحفي كبير اكتر من 5 ساعات يعني. فين عبد المنعم القسطى؟ ما هو كان معانا ساعه لكن هيموت في الاسانسير. كان زمانه مع بقى فريق الاعداد دلوقتي. عبد المنعم القسطى كان في كوماس. شوف ادي جونهم الاول، وبعدين باذن الله كابتن خطيب يخلصنا باذن الله. ايوه الباص بتاع مختار شوف عملها ازاي. بس لما تيجي الكوره تاني هنشوف عبقرية مختار. بص يعني الأجواء برضو أفريقيا كانت غير دلوقتي يعني، المتاعب اللي في أفريقيا. شوف مختار عملها ازاي. الله يا سلام. هو مش محتاج أكتر من الشبر اللي طالت منه ده عشان يخطفها يحطها بالسهولة دي. بالظبط. ده جون البطولة سنة 82. ولكن في كمان 87 الفاينل كان مع الهلال السوداني. عايزين برضو نشوف الجولين اللي كسبنا بيهم البطولة دي. بيلعب الكرة العرضية وبيحطها بجول، بيحطها بجول الثالث. الثالث بيغلط ويحط الجول الأول. الثالث بيغلط ويحط كورة حسام حسن العرضية على سماليون. وطاهر ابو زيد لعبها سيارة الحمدي، حمد ابو راضي لطاهر ابو زيد، وبيلعبها بالعرض انما بيطلع وتلعب تاني طاهر ابو زيد وبيحطها ايمن شوقي يجيب الجول الثاني في الدقيقة قبل الاخيرة. اول مرة
خفيف، لان قبل كده زي ما قلت لكم مصطفى عبده كان الكابتن قبل ما بيتوالى حديث الذكريات، ومش ذكريات من اجل الماضي، ده هي ذكريات لاجل الغد، لاجل بكره ان شاء الله. ايه اللي في موروث الماضي من معاني ودروس يقدر نجومنا الكبار يفيدوا بيها لعيبه الاهلي اللي بتخوض بكره هذا النهائي الكبير المهم؟ تسمع ترافولتا شريف عبد المنعم. طبعا كابتن شريف اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بيك وانا كابتن عبد استاذي معلمي. وديت البدله البيضاء فين يا شريف؟ استاذ ابراهيم مساء الخير. ازيك يا كابتن شريف؟ ازاي صحتك؟ دايما منورين انتوا الاثنين، والحقيقه يعني بتخلونا فعلا قعدتونا قدام التلفزيون، من الناس اللي قعدتنا قدام التلفزيون. ربنا يخليك. ما بنعرفش هتقولوا ايه بعد كده. يعني لا احنا حاجه ربنا يخليك يا كابتن. وبعد كده ما بنبقاش عارفين، نفضل قاعدين متسمرين قدامكم عشان نشوف جمال الحديث بينك والدويتو العظيم. يا ما سمرتنا انت في الملاعب. انا عارف انت عملت قليل. والله ربنا يخليك. تعليماتك يا كابتن عادل. كابتن شريف. كنا جيل محظوظين يعني. كابتن شريف وانت خضت البطولات الافريقيه دي كتير جدا، شايف مباراه بكره ازاي؟ والله ما تزعلوش مني، هي 50% 50% 50-50 زي ما بنقول يعني. هي كده فعلا. الا اذا احنا لعبتنا الرجاله اللي هم وصلوا لهذا الموقف ووصلوا نفسهم رغم المستشفى بتاعه الاهلي، يعني انا بقول مستشفى الاهلي بكره بتلعب الفاينل. حقيقه صحيح. مستشفى المعلمين. مستشفى الاهلي اللي هي شارع صالح سليم. ايوه. الحقيقه كم من الضغط النفسي والعصبي عليهم اكتر من اللي هو الضغط الغيابات. جايه بي, بي بيتصف وقت طبعا خطير. وعم معلول والدويتات بتتقسم يا كابتن عادل يا استاذ ابراهيم. الدويتات اللي هي مهمه جدا، العناصر اللي هي متوفره في فرقه الترجي. ايوه الحقيقه احنا عندنا احنا راحت مننا بابره وفتله، وليد سليمان بيجيب الخطوط جنب بعض ويلضم الملعب جنب بعض وبرؤيه الخبره والتالنت يقدر يهرب ويعمل جول زي اللي عمله في فريقه في وقت الصيف اللي انا بشوفه من اقوى الفرق اللي كانت موجوده في البطوله الحقيقه. هارد لك ليهم الحقيقه، فرقه كبيره قوي وانا بشوفها اكبر من فرقه الترجي بكتير، ويجوز ليهم حظ بعد كده باذن الله في البطولات الجايه بهؤلاء اللاعبين المتميزين. احنا عدينا وزي ما كان بيقول لي السيد عبد الحفيظ هي شكلها كده مكتوبه لينا ان شاء الله. يعني الوداد بيعدي منك يا كابتن، انت بتتفوق على وقت الصيف، الترجي اللي هو معاك في المجموعه انت دايما يعني بنقول كعبنا عالي عليه وفاهمين لعيبته كويس قوي وعارفين مين هم اخطر اثنين في الملعب، كوليبالي والراجل اللي جنبه كوم ده، هم دول اخطر اثنين، وحلقه الوصل بين البلايلي وانيس والخنيسي، دول احنا بس نطالب من ربنا والتوفيق يكمل باذن الله ان احنا ما يخش فينا جوال بالبلدي كده. يعني 0-0 يا كابتن دي نتيجه هايله، 1-0 نتيجه احلى، 2-0 و3-0 مبروك عليك البطوله. يعني احنا بنتكلم دايما بكره ان اللعيبه بتاعت الصبر والهدوء، عدم السربعه، عدم لما يبقى في عندي هجمه ان انا اهتز، كابتن شناوي بقى ياخد خطوتين بره المرمى، لان احنا في كل مره يا كابتن عادلي الفيرود بيسبق الديفندر بتاعنا بخطوه ويحطها بدماغه جوه الجول، وده بيبقى في ارضنا، وهم محظوظين علينا هنا قوي في الحته دي. يعني اي كره عرضيه بتجينا لازم زي ما عودنا شناوي ان هو يكون الاساس بخطوه بره، عمل عملية احباط لهذه العرضية، ما يستناش ويتفرج لغاية لما يلاقي الفيرود بيتعامل مع الديفندر بتاعنا اللي هو طبعا بيبقى في ناس جاية هو مش شايفها جاية من الخلف او جاية على كرات العرضية اخطر ما في المباراة والثوابت كمان. فانا بتمنى من الشناوي كل التوفيق بكرة، هو نص الفرقة باذن الله. كابتن شريف، اول مباراة ليك هرسد الصومالي اعتقد ان كانت افريقيا، هرسد الصومالي مكان وسط عمالقة. عشان انا ليا قصه في الموضوع ده هحكيها بعد ما اتكلمنا عن المباراه دي. نازل الملعب بتعليمات قبلها بيوم هنلعب تاني تايم مكان كابتن علي زيور، دكتور علي زيور ابن الكابتن رحمه علي زيور. ايوه. وكان الاستاذ عزت ابو الروس استاذنا الكبير هو مدير الكوره ومستر كوتي وكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه بقى هم قائمه التدريب. يعني كان عندك كام سنه يا كابتن؟ كان يعني عندي 17 سنه ونص بالظبط.
وكان كابتن عادل معايا بقى في منتخب الناشئين، وهو وكابتن احمد مكاوي اللي كانوا يعني متبنيين الحقيقه. ما هو انا قلت الله يرحمه احمد علام. أيوة. كنا قاعدين في جنينه ابن جهينه. أيوة. كان بيكتب في اخر ساعه رئيس قسم الرياضي، فوانا قاعد معاه بقول له عندنا في قطاع الناشئين ولد لو خد الفرصه مش هيسيبها. قال لي اسمه ايه؟ قلت له اسمه شريف عم منعم. كان وقتها شريف ما كانش 17 سنه. بتاعت الناشئين وكتب الظهور، كان في مش بنقول عليك كشاف بقى، انت عاشق يعني. لا كنا بقى وكمان مساله ان الناشئين كانوا بيلعبوا في الجزيره برضو كانت مساعدانا يعني. صحيح. طبعا كلنا كانش عندنا ملعب غيره يعني. كابتن شريف نزل بقى الماتش ده يا كابتن مرشد الصومالي، تحس ان هو كابتن الفرقه. يبص الكوره ويجري ويشاور. يشاور لمين بقى؟ للعيبه الكبار قوي اللي حواليه انه تلعب له. لا يعني كان عنده السمات القياديه والثقه بنفسه الشخصية. كانت غريبه جدا. صحيح. كابتن عادلي انا نزلت الملعب ربع ساعه ما لمستش الكوره لايدي يعني. فاهم ازاي؟ ما عادش لسه متعود عليا ولا عايز يديني، وبلعب مكان مين؟ المجري. ما كانش بيلعب مصطفى عبده. اقوى من لعب في هذا المكان في مصر يعني. صحيح. هو صحيح. احنا كلنا مصطفى عبده يملك فينا نصرنا. ايوه. عمل مننا عرضيات خلانا الا انا اطير بدماغي واحطها في مقصه، والخطيب يوقفها واحد اثنين وثلاثه ويحطها، الخطيب ياخد احسن لاعب في افريقيا من عرضيات مصطفى عبده، فالراجل ده كمان تريزو يديله حقه بصراحه مصطفى عبده. صحيح. حقيقه. لا المجري ده حاجه كبيره قوي. تاريخ الكره الاهلاويه. المجري ده حاجه كبيره. وبطولات يعني لازم تجيبوه يوم معاكم انتوا الاثنين كده لوحدكم. ان شاء الله. والله يعني. يستحق اكثر من هذا والله. نزلت المباراه دي تائه في الملعب مش عارف حاجه، لقيت نفسي بعدل نفسي لوحدي. اول كوره ناحيه الشمال سبت بقى الونجرات، قلت لهم يا جماعه انا وينج ليفت مش وينج رايت، بعدي وسارق نفسي من ورا الخطيب. بياخد قرارات وعنده 17 سنه. عرضيه من طاهر الشيخ ورحت طاير بدماغي حطيتها في المقص، لقيتها جون يعني. حاجه غريبه جدا جون. قعدت اتنطط ناحيه الشمال كده ونط فوق ان حد فيهم يجي يعبرني. هما كمان استغربوا ايه الواد الصغير اللي جاي اللي كان بيلعب بوك درايف فجاه بقى وجليت فجاه راح حط الكوره بدماغه راح جاي لي كابتن فتحي مبروك بس عليه برافو يا ولد برافو يا ولد يلا شد حيلك. عايز اقول لك حاجه كابتن عادلي انا ما رجعتش على بوك درايف فضلت. لا كان عنده شخصيه كابتن. بكره ان شاء الله نتبادل التهاني وربنا يوفق باذن الله. هرجعك بس يا كابتن ابراهيم بماتش الترجي المره اللي فاتت السنه اللي فاتت بان اول ثلث ساعه لو احنا كنا موفقين احنا كنا كسبنا 4-0 كانت نتيجه غير عادله تماما لدرجه ان انا قلت احنا هنكسب على ارضها هناك وكانت لنا يعني. فاحنا اول ثلث ساعه لو وفقت يا كابتن ابراهيم انا ببارك لك باذن الله. نتكلم بعد الماتش ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. الف شكر. شكرا جزيلا للكابتن شريف عبد المنعم نجم مصر والنادي الاهلي السابق الكبير الحياه وصاحب صولات كبيره في الملاعب. طيب دي الاراء الاهلاويه ودي الانطباعات المصريه ودي الرؤيه الاهلاويه من ثلاثه من كبار نجوم النادي الاهلي، اذا كان الكابتن شريف قبل منه الكابتن حماده صيدي وقبل منه الكابتن خالد بيبو. فماذا عن الجانب التونسي الشوالي وكل اقرانه في تونس؟ شايفين الماتش ازاي وانطباعاتهم على الاهلي ايه بعد الفاصل؟ انت دايما 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 في الامام باذن الله تعالى بفضل كل هؤلاء المنتمين للاهلي باخلاص بحب بانتماء بتفان بالحفاظ على شخصيه البطل بالحفاظ على قيم النادي بالحفاظ على مبادئ الاهلي بالحفاظ على حق جمهور الاهلي انه دايما يفرح. جمهور الاهلي ربنا خلقه عشان يفرح، خلقه علشان يحتفل، خلقه علشان يزهو ويفخر، خلقه علشان يكون داعم قوي باستمرار لفرقته طول ما هي بتبذل من المجهود ما يحقق لها النجاح دايما. انت الجمله دي اهم حاجه قلتها كمان. هتقولي دي بس؟ هي دي. لا الجمله دي مهمه ليه؟ ناخذ بالاسباب. بالظبط. ما يبقاش في تقصير من ناحيتنا على الاقل. والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ما يطلعش الماتش نقول بس لو كانوا عملوا لو كانوا سووا. اعمل كل اللي تقدر عليه والتوفيق من عند ربنا باذن الله. عشان كده شخصية البطل، شخصية الأهلي. الأهلي تأهل لنهائي أفريقيا 11 مرة. شخصية الأهلي كانت حاضرة
في 8 مرات في 8 مرات من ال 11 تصدق في 9 مرات في 9 لان احنا بطوله النجم الساحلي خسرناها بفعل فاعل العرجونيه مش عرجونيه والماتش اللي هناك ده رايح جاي ظلمت رايح جاي بالظبط بالظبط انت ظلمت رايح جاي انت تكسب هناك وتكسب هنا طيب كانت النتيجه انه احنا الاهلي في النهائي 11 مره فاز في 8 طب الترجي لعب 6 نهائيات الاهلي لعب 11 نهائي الترجي لعب 6 نهائيات بس الاهلي من ال 11 كسب 8 الترجي من الست نهائيات فاز في 2 يعني الترجي في النهائي لا يفوز كثيرا دي لقطه من الزمالك اللي لعب معاه نهائي 94 2011 كمان بعد تغلبه على الوداد البيضاوي 0-0 و1-0 لكن احنا بنشوف ازاي قدروا ياخدوا اللقب من الزمالك في 94 في بطولة افريقيا ابطال الدوري قبل النظام الجديد ليه خدوا البطولة على حساب الزمالك وايضا 2011 خدوا البطولة على حساب الوداد البيضاوي المغربي يعني الاحظ حاجة القاسم المشترك فيها الوداد البيضاوي الوداد البيضاوي هو اخر من حرم الاهلي من اللقب في البطولة العام الماضي وهو اخر من توج الترجي على حسابه يعني اخر تتويج للترجي كان على حساب الوداد البيضاوي في 2011 الاهلي اخر حرمان له من التتويج كانت لمصلحة الوداد المغربي السنة الماضية في الحالتين ده بيعكس على قوة الشمال الافريقي وسيطرة الاندية الكبيرة الاهلي والترجي والوداد والرجاء والافريقي والنجم الساحلي الأندية الكبيرة في الشمال الإفريقي سيطرتها على البطولات القارية الكبيرة الترجي بالإضافة للبطولتين اللي خدهم في النهائي خسر نهائي 99 أمام الرجاء البيضاوي خسر 2000 أمام هارتس في أوك الغاني خسر 2010 أمام مازيمبي الكونغولي خسر 2012 أمام الأهلي وخسرته أمام الأهلي خلت صديقنا العزيز عصام الشوالي وهو ترجاوي جدا أهلاوي قوي بخلاصتها كده هو واحد يقدر الترجي كتير ويحترم الاهلي ويعشقه كثيرا عصام الشوالي له فيديو سابق تحدث بشيء من الالم على هذا التفوق المصري لكنه لم ينكر على الاهلي تفوقه الدائم ملف الانديه التونسيه ومشاركاتها في المسابقات الافريقيه 36 النجم الساحلي شنو هي اسباب الانهيار هذا النجم في مصر؟ انت باش تحكي عليهم الكل. ايه خاطر بديت بالليتوال يعني خاطر شامبيونز ليج. الليتوال 6-2 نتيجه ولا واحد كان يتوقعها. باش نبداو واقفين. لا المتشائمين تصوروه ولا المتفائلين تمناوه. حتى في الاماني جمهور الاهلي ما تمناهاش. ما يتصورهاش وحايد ويترشح. عدد ظروف فما القريب فيها اللي متاع جمعة المباراة ويوم المباراة وتسعين دقيقة متاع الماتش وفما اللي عنده سنين تراكمات هذه تراكمات الكرة التونسية سايب لتوال خلنا ندخلوهم الكل في نفس القصعة جيب لي الترجي حطها معه جيب لي الكلوب جيب لي السي اس اس وجيب كل من مثلنا كرة تونسية واقعية 2010 2017 عندك شامبيونز ليغ واحدة وعندك فينال عبونا كروشنا وانا مساهم عبيت كروشنا هذا الواقع بستات احنا من 2010 التوانسة لعبنا ضد الاهلي 19 ماتش ربحناهم 3 مرات فضيحة جاو ربحوا الترجي 3 مرات في رادس 2012 فينال 2015 كاف 2017 يطمع كالي يجي نحيالك في الرتور 19 ماتش بحناهم 3 مرات فيهم عامين بطولة واقف مخك يقف بستات الأهلي رابح التوانسة 18 مرة احنا رابحين 8 مرات
سايب الاهلي. الاهلي كمل معاها 10 فيناليات هزوا 8. احنا الترجي وصل برشا. ميتو دو ريوسيت في الفيناليات فضيحة. سور لو بلون مونتال فما شخصية المواطن. ما نخلوذاش باش نفهمك. في شخصية المصري. مصر أم الدنيا ومصر أحسن دولة في العالم، صحيح ولا لا؟ منعكس على شخصيته، ما يكبر في عينه حد. باعتبار هو يرى روحه سوبريور، هو أعلى منك. دونك على 30 فينال في المسابقات الإفريقية، المصاروة هزوا 23 تيتر. نسبة الإخفاق عندهم قليلة. في الشامبيونز ليج، الزمالك 5-7. الأهلي 8-10. اللي طايح لهم شوية الكوتا هو الإسماعيلي، خسر مرتين وغزل المحل. كاليبر آخر. الصحاح نتاعهم 17 فينال هزوا 13. اش تحكي؟ طبعا هو كان يتحدث بعد مباراة النجم الساحلي اللي هي 6-2 هنا. اي فكان عنده هذه الحسرة وكان عنده التقدير الدائم للنادي الاهلي بالزبط. لكن زي ما قلنا ارمي ده كله ورا ظهرك، ابدا صحيح. من اول السطر. طيب البطولات الافريقيه، ما دام بنتكلم على الاهلي والترجي، الاهلي عنده 8 دوري ابطال افريقيا، 4 ابطال الكؤوس، عنده واحده في الكونفدراليه وواحده في الافرو اسيوي وستة في السوبر الافريقي. الترجي عنده 2 ابطال دوري، واحده ابطال الكؤوس وواحده للكونفدراليه، يعني 4 ارقام وادي 2 يبقى 6 القاب في مقابل 20. الارقام اللي جايه خلاصه المشاركات الكتيرة. مباراة بكرة هي المباراة رقم 341 للأهلي في تاريخ مشاركاته الأفريقية. يعني الأهلي قبل مباراة بكرة لعب طوال تاريخه الأفريقي 340 مباراة. طب الترجي لعب كام؟ 200؟ لا، المشاركات الأهلي في بطولات أندية أفريقيا كلها 340 مباراة، منهم 260 في دوري ابطال افريقيا، 44 في ابطال الكؤوس، 28 في الكونفدراليه، 8 في السوبر. في ال 340 مباراه افريقيه للاهلي فاز الاهلي في 171 مباراه، وتعادل في 92، وخسر 77 مباراه. في ال 340 مباراه الاهلي جاب 506 اهداف واستقبل 260 هدف. الأهداف اللي سجلها النادي الأهلي ال 506 جول، مين اللي جابهم؟ الأهلي جاب 506 جول في أفريقيا. يتصدرهم الكابتن محمود الخطيب ب 37 هدف، يليه محمد أبو تريكة 32 هدف، عماد متعب 28 هدف، أمادو فلافيو 18 هدف، بركات 17، أيمن شاوي 15، وليد سليمان 14. ده رقم متقدم لوليد إذا ما قيس على فترة انتقاله أو انضمامه للنادي الأهلي. طاهر أبو زيد 13، علاء ميهوب 12، علاء إبراهيم 12، عبد الله السعيد 12، خالد بيبو اللي أنتوا سمعتوا انطباعاته من شوية وقد إيه عنده كل هذا الحب والانتماء والتقدير لقيمة الأهلي، عنده 11 هدف في أفريقيا. أسامة حسني أيضا عنده 11 هدف في أفريقيا. عمرو جمال عنده 11 هدف، محمد رمضان عنده 10، متساوي مع وليد أزارو اللي نتمنى بكرة يعدي رقم محمد رمضان. هما الاثنين عندهم 10 أهداف، نتمنى أنه وليد أزارو يتقدم كتير في هذه القائمة الذهبية. شفنا رأي عصام الشوالي السابق عن تفوق الأهلي وعن أسباب التفوق الدائم للكرة المصرية، لكن في ندوة رياضية في قناة نسمة التونسية تحدث ثلاثة من الضيوف عن انطباعاتهم عن الأهلي والترجي. نشوف هذه الندوة الرياضية في قناة نسمة التونسية. هذا الرجل الذي تونسي موجود في نهائي الشامبيونز ليج الافريقيه امام الاهلي المصري، احكينا في مجريات المباراه امام بريميرا دي اغوستو، كيفاش ترى مباراه الترجي امام الاهلي، شنو هو المطلوب، شنو هو اللي ايفيتي سورتو؟
ايفيتي انك تاكل معناتها تخرج بسكور في المقابله هذه، تخلي بطبيعه الحال المقابله باش تلعب على شوطين، شوط في مصر وشوط في تونس، ولو انه الحقيقه ما عادش نجم نقولوها برشا هذه في فينال شامبيونز ليج بين الاهلي والترجي، لانه نذكروا عم ناول النتيجه فات 1-1 في ولا 2-2 معناتها احسن نتيجه تنجم توفى بها، وماركيت الترجي في الشوط الاول معناتها فات 1-0 وفي الاخر خسرت الترجي المقابله وغادرت السباق في نصف النهائي. دونك احسن نتيجه بالنسبه لي انا، ولا احسن سيناريو ينجم يكون انه الترجي يحاول يسجل غاديك، لانه الاهداف تكون عندها اهميه كبيره، حاول انه يوفى المقابله بطريقه تسمح له انه يخوض المقابله الثانيه باقل بريسيون، لكن بطبيعه الحال الفوتات توجور لو سيد مهما كانت الريزلتا في مصر، على خاطر تلعب ضد فريق كبير، ضد فريق هز برشا كؤوس افريقيه، لعب 7 فينالات يظهر لي في السنوات الاخرانيه في شامبيونز ليج. نتمنى انه الترجي كما قلت لك انه يفوز بالكاس الافريقيه هذه، صحيح بمنطق الكوره الناس تحب الكوره كانوا تحس انه الكوبا دي تجري على الترجي، معناتها نشوفوا لونطام في المقابله الاولى ما كانتش الترجي، معناتها ما تحسش الترجي الفريق اللي ماشي باش يهز فابوري باش يهز الشامبيونز ليج، لكن قاعد يمشي معناتها ستيب باي ستيب، معناتها بالواحده واحده للفينال. نتمنى ما دام وصل للفينال بعد التعب هذا الكل، بعد مباراه الليتشكوكيه هذه الاخرانيه نتاع بريميرو دي اغوستو، انه يوفى بالنتيجه معناتها الايجابيه اللي تخليه يفوز بالكاس الافريقي هذه. باهي، مازالت دقيقه سي لطفي وجدي، نقسموها بيناتكم، مباراه الاهلي شنو اللي يلزم يعمل الترجي للظفر باللقب الغالي هذا؟ نبدا بك نفس العزيمه نفس القليب، يحضر مقابلته، يقرا اللاعب منيح. يعني انا حبيت النادي الاهلي خاطر ماهوش عمره كان اقوى منا، يعني ديما على اثر افوات ينتصر علينا ولا يترشح على حسابنا على اثر افوات. انا حبيت نطيح مع الاهلي صراحه، هذه مقابله ثاريه. هي حوار فني وحوار عاطفي. المتحدث الاول تحدث عن التفوق بتاع النادي الاهلي واحترامه للنادي الاهلي وتقديره لما يحدث في المباراه السابقه، ولكن المتحدث الثاني هو يراها يعني توفيق للنادي الاهلي مش بالقوه اللي الناس شايفاها كده، ونتمنى ده يبقى يعني خلينا في هذا المسار لحد ما ايه ربنا سهلها، لان طبعا في ندوة صحفية تانية في إذاعة ميوزيك اف ام عن مباراة الأهلي والترجي، نسمع برضه. ماشي، الأهلي معناها فريق كبير نعرفوه، شفناه حتى في لي ماتش نتاعو الكل نتاع الكاليفيكاسيون، كسوا في ليبول كي واجهناه احنا، ولا في الكارد دو فينال ولا في الدومي فينال، شفناه معناها فريق متماسك كما يلزم، فريق تحس اللي معناها فريق نتاع القاب، فريق كبير. الشيء هذا كل معناها قرينا حسابنا احنا كإطار فني وكلاعبين، نعرفوا الاهلي نقاط القوه نتاعو، معناها شون ايكيب اللي تستحفظ برشا على الكره، ما تقلقش، معناها عندهم متريس تكنيك كبيره برشا اللاعبين نتاعهم، خاصة في وسط الميدان عندهم لاعبين من طراز عالي. الشيء هذا ان شاء الله احنا نكونوا لو جورجي معناها واقفين كما يلزم ونلعبوا على امكانياتنا ان شاء الله باش نجموا نعدي مباراة طيبة ان شاء الله. وايضا في ندوة في ميوزك اف ام التونسية، اعتراف بقوة الاهلي وتحذير من الميزة اللي بيتحلى بها لعيبة الاهلي، نشوف هي ايه. في المده الاخيره كما ذكرت يعني فما يمكن 9 أو 8 مباريات يا اما تعادله ولا يا اما تعادلنا ولا نهزمنا، ولكن هذا ما يلزموش يكون معناها عنده تاثير سلبي على المستوى الذهني للاعبين نتاعنا، لانه في الحقيقه معناها كي نشوفوا المباريات اللي خضناها خاصه في العامين هذوما الاخرانيين، شفنا حتى معناها احنا الترجي التونسي الحجم اللعب اللي قمناه ضد الاهلي، حتى على مستوى معناها صناعه اللعب والفرص اللي موجوده كنا افضل من الاهلي، ولكن الحاجه اللي كانت ناقصتنا هي معناها الابتدائي اللي هما اكثر خبره. صحيح نحن راهو فريق شاب، شوف انت معدل الاعمار نتاعنا نحن اليوم معناها معدل الاعمار نتاعهم هما
فما فرق كبير بين هذاك الشيء. الفرق اللي في المباريات الكبيره جزئيه صغار وعامل خبره نوعا ما هو اللي تغلب في التسعه مباريات هذوما اللي تعداو. لكن على مستوى حجم اللعب حتى المباراه الاخيره اللي كان موجود معنا سي خالد بن يحيى في المباراه نتاع ليبول شفنا معنا كوسوسوا في خاصه في ماتش روتور اللي في رادس شفنا المباراه حتى معنا لي ستاتستيك وحجم اللعب اللي قمناه كنا افضل من الاهلي. ولكن كما قلت لك على هفوة صغيرة مسجلت الأهلي وانتصرت كيف المباريات الأخرين نفس السيناريو قاعد يتعاود. ولكن احنا مطلوبين كإطار فني باش نحافظوا اللاعبين نتاعنا ونخرجوا الفكرة هذه خاصة اللي صارت في السنوات الأخيرة اللي أهلي ماخذ علينا معناها الأسندون. دونك يلزمنا نكونوا مركزين ونلعبوا بالفالور نتاعنا. من الآخر كده كلها آراء بتعكس احترامهم للنادي الأهلي وتقديرهم ليه لكن بدون انهزامية برضو. بالضبط. ما زال عندهم طبعا وده طبيعي أن الترجي لا الفريق المنافس بيلعب الفاينل أخواننا. صحيح. الترجي هو المنافس التقليدي الكلاسيكي بتاع النادي الأهلي دلوقتي. بالضبط. لكن ما لفتش نظرك شوية ان كثيرا من نجوم الاهلي اللي كانت لام غايبه زي محسن صالح بدا دلوقتي يتفاعل باهتمام لا على تويتر ما شاء الله. فما قرانا شويه التويتات طيب. دي احنا شفنا اراء بعض النجوم، شفنا راي كابتن حماده صدقي، شفنا راي كابتن خالد بيبو، شفنا راي كابتن شريف عبد المنعم، في ثلاثه كمان من اجيال مختلفه ايضا شاركوا في البطولات الافريقيه بشكل او باخر. كابتن محسن صالح قال في تغريده له نعم المصابون عادوا ولكن الفورمة ما زالت غائبة، لذلك أنصح لاعبي الأهلي العائدين من الإصابة إعمال العقل قبل العضلات وعدم إهدار الطاقة بقرارات خاطئة، وتذكروا كلما شعرتم بالإرهاق أول ما تحس أنك تعبان بيقول اللعيب افتكر أن وراءكم شعبا يساندكم، استعين بقى بروح فاستحضروا روح الفانيلا الحمراء وقاتلوا لإسعاده. دي وصية الكابتن محسن. رفض أخوك يا كابتن محسن. كابتن زكريا ناصف ايضا قال في تويتر له باذن الله وبكل ثقه وتفاؤل وبدعم وتشجيع ودعاء عشاق الاهلي وبروح الفانيلا الحمراء للاعبين سيعود هذا الكاس الى دولابه المفضل في نادي القرن الافريقي. هاشتاج من سيد معوض ايضا نجم الاهلي السابق على تويتر افريقيا كلمة يا اهلي كلمه رمضان صبحي ايضا مغردا من الخارج فرحه اهلاويه ان شاء الله. ومؤمن زكريا على تويتر حاطط كاس البطوله وان شاء الله في الجزيره. ده ايضا كتير من المشاركات والتغريدات الحقيقه لكل النجوم عندهم هذا التفاعل مع النهائي الكبير والملاحظ الكلام كله للجمهور، التقدير كله للجمهور. محسن صالح لما بيقول للعيبه اللي يحس فيكم بالتعب يفكر في الجمهور اللي تعب ونام الصوره اللي عرضناها من شويه يا باشمهندس، انا نفسي ان كل لعيب هيلبس الفانيلا الحمراء بكره ويلعب يشوفها كويس ويشوف الشباب دول ناموا في الشارع جايين من البيت بالبطاطين، بصوا شكل الناس. يعني مثلا باختصار يا استاذ ابراهيم انا راجع الكره اتقطعت مني لقيت زميلي قريب ممكن اتكاسل، لا كمل للاخر لحد ما تجيب انت الكوره. أيوة. اللي اتقطعت منك افتكر انك ممكن اللحظه اللي انت قررت انك تصهين فيها دي تكون سبب في هدف يخش مرمانا، وانت بتعمل فولو يعني تقول خلاص زميلي بيعمل الفولو، لا كمل وراه يمكن ترد تجيبها انت جول. يعني باستمرار اتحرك كما لو ان كل تحرك لك هيكون له قيمته المؤثرة. ومثمر واللقطه المؤثره واللي هتغير نتيجه المباراه في كل لحظه في المباراه مدفوعا بكل اللي بيقوله زمايلك السابقين واحساسهم بالمسؤوليه ومسؤوليتهم تجاه الجماهير. اللي بنطلب منها برضه يا استاذ ابراهيم هم مؤكد تعبوا جدا، مؤكد مخلصين جدا، مؤكد مستمتين جدا في مؤازرة النادي الأهلي. وقعوا للحظة تهمدوا في مؤازرة النادي الأهلي، وإذا كان الاتحاد الإفريقي مش عايز شماريخ بلاها شماريخ، وخلي ألفاظنا ألفاظ روح رياضية، عايزين نقدم الصورة اللي تخليكم تستردوا لقب أفضل جمهور في أفريقيا بإذن الله من خلال هذه المباراة.
دي مباراة فرصة للكل، فرصة للعيبة انها تكتب تاريخ، فرصة الكارتيرون يحقق المجد، فرصة للفريق انه يروح كاس العالم للاندية ان شاء الله تعالى، فرصة للجمهور انه يبرهن على حقه في العودة الكاملة للمدرج. احنا عارفين ان المدرج للجمهور، وعارفين ان الكورة ملهاش متعة وملهاش معنى بدون الجماهير، وعارفين ان هذه العناصر الرائعة المحترمة اللي تكبدت كتير وتحملت كتير لاجل ما تحصل على تذكرة تمارس به حبها في تشجيع الاهلي ومساندته، وانها تبقى موجودة جنبه في حدث مهم. الناس دي تعبت، والجمهور دعانا ودفع وتعب ونام في الشارع واتغطى بالبطانية في عز التلج بتاع اسكندرية. دي صور كمان، وفي ناس ما معهمش بطاطين كمان اهو، علشان ده ما يتكررش تاني، وعلشان الحصول على التذاكر يكون سهل وميسر، وعلشان المدرج يتملي بالكامل. سجلوا بياناتكم بقى كلكم. كل ده لازم نساعد على ازاي نقدر ننخرط في النظام الصح، ازاي نقدر نوصل بنجاحات الى انه المدرج يرجع بالكامل، ازاي نقدر نتعاون مع رجال الامن دول، وزي ما بنطالبهم بمعاملة لائقة وكريمة ومحترمة وتفتيش انساني محترم، نوفر لهم فرص عمل بالنسبة لهم يحافظوا بيها على ارواحنا وارواح وحقوق كل الناس اللي في الملعب. الناس دي في الاول وفي الاخر مؤكد ان الهدف التعاون مع الامن الكل. مهم جدا جدا، فلازم يبقى فيه تعاون، لازم يبقى فيه تقدير لعمل الاخرين. احنا بنطالب الكل انه يتعامل باحترام ويتعامل برقي ويتعامل بتقدير لكل مشجع ويتعامل بتقدير لكل واحد من الجمهور، وفي نفس الوقت هي المساله متبادله. وفر انت لفرد الامن فرص العمل المنضبط، وانك انت تسهل له عمله في الحفاظ على حياتك قبل حياه اي حد تاني، علشان هذا التكدس ما يحصلش. ظاهره ان الناس تتعب كتير جدا على ما تلاقي تذكره ما يتكررش كتير، التنظيم يكون في وقت سابق وبدري شويه ومن خلال اليه منضبطه من خلال سيستم النادي، الكل يسجل بعد كده بياناته، والكل يقدم كل ما هو مطلوب من اجل عوده الجماهير للمدرجات، بدل ما تبات كده على الرصيف. العوده الكريمه والعوده المحترمه، حط بياناتك وخد تذكرتك من السيستم. نتمنى انه في المرحله اللي جايه الكل يتعاون، الكل يتعاون، كل الاطراف عليها مسؤوليه، كل واحد يقوم بواجبه من اجل ان المساله تعود بشكل منضبط، ويرجع الجمهور للمدرج مكانه الطبيعي، والمكان اللي بيمثل من خلاله قوه مضافه قويه جدا للاهلي ولكل الفريق اللي بيتشجع. اخيرا عايز اوجهها لحد مهم جدا هيكون له تاثير في هذه المباراه قطعا، وهو الجنرال حظ توفيق. نرجو من التوفيق ان يصادف الاهلي، نرجو من التحكيم ان يكون موفقا، نرجو ان بكل باذن الله ظاهره اهدار الفرص تبقى في اضيق نطاق، وان مرمانا يكون الحفاظ عليه من اول الخطوط المتقدمه. مش جاي برج العرب؟ انت رايح بالنيابه عني بقى. باذن الله تعالى الجمهور يفرح، وباذن الله تعالى الاهلي يحقق من المباراه ما يسعى اليها نحو احراز لقب دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى، عشان يفضل زين النوادي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم فرحانين ومحتفلين مع زين النوادي. تصبحوا على خير. صحيح.